السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الزملاء الأفاضل. النهاردة إن شاء الله في الحلقة قبل الأخيرة أو المحاضرة قبل الأخيرة في موضوع الكولونوسكوبي. إحنا خدنا المرة اللي فاتت الليفت كولون نافيجيشن وخدناش السبلينك فليكشر، فإحنا المرة دي هناخد من أول السبلينك فليكشر لغاية التيرمينال إيليوم. وإن شاء الله تعالى المحاضرة الجاية هتكون عن اللوبينج والفيلد كولونوسكوبي هاو تو مانج. يا رب تكون المحاضرات ديت مفيدة ليكم، اللهم آمين. زي ما احنا متعودين بنبتدي بالآية القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صدق الله العظيم. اللهم إنا أبي في ذمتك وحبل جوارك، أقيم فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحم، إنك أنت الغفور الرحيم، غفر الله لأمواتنا جميعا. أول محطة هنتكلم عليها النهاردة اللي هو السبلينيك فليكشر نافيجيشن. طيب نافيجيشن قلنا يعني إيه؟ سواقة، ملاحة، ستيرنج، خلاص؟ تعالوا من كده هنفتكر زي ما احنا اتفقنا، هنقول حاجات يعني ايه مقدمه بسيطه من الاناتومي علشان نكون فاهمين المانوفر جابوه ازاي. اول حاجه لازم نعرفها الدايركشن بتاع مين، بتاع الهيباتيك، بتاع السفنكتر. ان زي ما احنا عارفين كلنا ان ترانسفيرس كولون ماشي زي ما انتم شايفين بوستيريور في البارا فيرتيبرال جاتر، صح؟ لغاية ما يجي تحت السبلين يقوم يحصل فيه انعطاف منعطف ويبتدي يطلع لقدام علشان يعمل الترانسفيرس كولون اللي هو بيمشي ورا الانتيرير ابدومينال وول. فلو احنا جينا في الصورة ديت، ده البوستيرير وده هنا هيكون الانتيرير، يبقى هنلاقي ان الديسندنج كولون زي ما احنا شايفين ماشي في البوستيرير ابدومينال وول، عمل الفليكشر بتاع السبلين، وبعد كده ابتدى الدايركشن يكون انتيرير ليه ناحيه الانتيرير ابدومينال وول علشان يكمل كترانسفيرس كولون. ديت الصوره ديت انا شايف الديسندنج كولون فروم ذا رير من الخلف، فاحنا شايفينه هنا في البارافيرتيبرال جتر عمل الفليكشر هنا، فالفليكشر طلع لقدام ومشي هنا ناحيه الانتيرير ابدومينال وول. طبعا الفليكشر ديت علشان هي بتيجي من زاوية إلى زاوية أخرى ومن دايركشن أو دايركشن لدايركشن تاني، فده بيعمل لنا إيه؟ بيعمل لنا ديفيكولتي في الكولونوسكوبي. طبعا من الحاجات اللي بتميز السبرينج فليكشر الحتة البلوش اللي احنا شايفينها ديت، اللي احنا بنسميها مارك أو امبريشن، وده لون جاي من السبلين اللي فوق مين؟ السبلين اللي فوق السبرينج فليكشر، فده بنسميها سبرينج امبريشن. الجماعة بتوع الراديولوجي لما كانوا بيعملوا اكس راي وفلوروسكوبي جربوا ان هم يعملوا حاجة اسمها السبلينيك انجل، حاجة اسمها الايه؟ السبلينيك انجل. فهنرسم لاين زي ما انتم شايفين ماشي في اللونجيتيودنال اكسس بتاع السندنج كولون، ونفس الكلام في الترانسفيرس كولون، ونقيس الزاوية اللي ما بين الاتنين. هنلاقي ان الزاويه دي الطبيعي بتكون اكيوت اقل من 90 ديجري، يبقى ده الايه؟ الطبيعي. الاكس راي من الابنورماليتيز اللي هي ممكن تكون موجوده معانا ان احنا نلاقي ان الزاويه ديت بقت ايه؟ بقت اوبتيوز، يعني اكتر من كام؟ اكتر من 90%، زي ما انتم شايفين في الاكس راي، ادي الديسندنج كولون وعامل هنا اوبتيوز انجل هنا واضحه خالص اهيت، وراح مكمل ايه؟ وراح مكمل لفوق. طبعا الاوبتيوز انجل سبلين بيكشر بيبقى سهل في النافيجيشن لانه بيعتبر كانه ستريت لاين، خلاص. في نوع تاني بقى وده نايت مير للاندوسكوبيست، وده من يعني مشكله كبيره. زي ما قلت لكم ان في ناس كتيره بتفتكر نفسها في ترانسفيرس كولن او في السبلين بيكشر او في السيكم، ويقعد يدور على التيرمينال ايليوم، وفي الاخر بيكتشف ان هو في السبلينيك فليكشر، في الاخر بيكتشف ان هو ايه؟ في السبلينيك فليكشر. واحد من المشاكل اللي بتعمل الموضوع ده حاجه اسمها فاير ديزيز. فاير ديزيز يعني ايه؟
يعني السبلينيك فليكشر مكون من تو لينز، من طرفين ascending و descending زي ما انتم شايفين. لو بصيت في الاكس راي دهيت اللي انتم شايفينها هتلاقي ان هو ماشي ادي descending colon، طلع فوق عمل ascending limb وبعد كده عامل descending limb وبعد كده عمل الترانسفيرس كولون، والعيان ده سبحان الله من نحسه الترانسفيرس كولون هنا عنده ايه البلفيك تايب، يعني العيان ده هيكون انجيوليشن في انجيوليشن في انجيوليشن. وخد بالك ان الباير ديزيز ده اتوصف اكتر في الاطفال، وده بيجي في صوره ايه؟ بيجي في صوره كونستيبيشن. اللي يهمنا كناحيه تطبيقيه كلينيكال او ابلايد عندنا المورفولوجي. في الليفت لاترال بوزيشن احنا اتفقنا ان الديسندنج كولون بيكون دايما فيه فلويد نتيجه تاثير الجرافيتي لغايه اما بتوصل للسبرينيك فريكشر. السبرينيك فريكشر ما بيكونش فيه فلويدز، ليه؟ لان مستواه بيكون اعلى من الديسندنج كولون فبيتملي بيه الهواء فما بيكونش فيه ايه فلويدز. يبقى الديسندنج كولون هيكون فيه فلويد انما السبرينيك فريكشر هيكون فيه فلويد. خد بالك لما نقارن السبرينيك فريكشر بالهيباتيك فريكشر عامل كانك بتقارن سمكه القرش بحوت العنبر، عارفين حوت العنبر اللي هو قد 3 4 امارات ده اللي بيفتح بقه قد كده وبيصطاد السمك؟ ايوه. لما نيجي نشوف حاجه زي الهيباتيك فليكشر هتلاقيه فوليومينس واسع بهو، خلاص كده اتفقنا، هتلاقيه في السايز قد الاسمينيك فليكشر مرتين ثلاثه وبرده بيكون دراي ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش هوا. طبعا الترانسفيرس كولون لما بنشوفه بنشوف سلسله الاهرامات ورا بعض اللي هي البيراميدز او على شكل شوكولاته اللي هو التوبلرون زي ما احنا قلنا قبل كده، وده بيكون ايه معروف. يبقى احنا كده عرفنا المورفولوجي بتاعت الديسندنج كولون بتاعت السبلينيك فريكشر، وقلنا ازاي نفرق ما بين السبلينيك فريكشر والهيباتيك فريكشر. اهم حاجه عندنا في ليجامنت بيربط السبلينيك فريكشر بالديافرام هو اسمه الفرينكو كوليك ليجمنت، وده اهم ليجمنت لان ده مشاكله كتيره جدا، ولو حد جاله سبلينك تير بيكون نتيجه الليجمنت ده. احنا الطبيعي عندنا بنلاقي ان السبلينك فريكشر زي ما انتم شايفين هنا بيكون مربوط بالليجمنت للديافرام. لما بيجي يعدي المنظار في السبلينك فريكشر بيشد الليجمنت حاجه خفيفه ويفك الانجل دي انجيوليشن والمنظار يعدي بكل سهوله مفيش مشكله. في نوع بيبقى مربوط زي الكلب، مربوط زي الايه؟ زي الكلب بسلسله لوتد، خلاص بيسموه هاي تيزرد. هاي تيزرد بمعنى مربوط، تيزر اللي هو تربط الكلب او الحيوان زي الماعز الخروف بحبل لوتد، ده اللي هو يقصد بيه لفظ تيزرنج. فاللفظ ده او تايد اللي هو مربوط، ايه المشكله؟ المشكله ان السبلينيك فليكشر بيكون مربوط جامد بمين؟ بالديافرام. فلما انت تيجي تعدي فيه علشان تعمل دي انجيوليشن للفليكشر بتلاقي ان الفليكشر هنا بيكون اكيوت جامد وبيكون فيه ديفيكولتي. فمن المحاولات المتكرره بتاعتك غالبا بيحصل تير في الليجامنت ده وبيحصل عندنا سبلينيك تير. وطبعا لو انتم عاوزين تعرفوا التفاصيل اكتر ارجعوا لاول محاضره عندنا عملناها اللي هي الكومبليكيشنز اوف كولونوسكوبي، فده من النوع السيء. في نوع تاني بيسموه موبايل او موبيل فرينكوكوليك ليجمنت، ده عارفين مريض الاهلر دان السندروم اللي هو عنده الجلد بيكون طري خالص ويعرف يمطه، نفس الكلام الليجامنت ده بيتمط خالص. طب ايه مشكله الليجامنت ده لما يتمط خالص؟ ولا حاجه، ان هو المشكله ان انت لما بتيجي تعدي الفليكشر اهوت وعديته هنا للترانسفيرس كولون فانت بتحاول انك تعمل ايه تورك وتسحب المنظار شويه علشان تفرد المنظار. فلما تيجي تعمل الحركه ديت بيحصل عندك استريتش في الليجامنت والسبرينك فليكشر بيقع عندك ناحيه الايه؟ ناحيه البلفس، خلاص اتفقنا. فلما تيجي تزق المنظار الوضع الجديد ده بيعمل ريزيستنس في المنظار، فانت عمال حضرتك تدكك الايه؟ المنظار بتاعك وعمال تزقه فبيعمل لارج سيجمويد لوب اللي هم بيسموه ايه؟ باكلين، خلاص. وفي نفس الوقت تلاقي نفسك ما انتش عارف تعدي من ترانسفيرس كولون، فده برضه من المشاكل. يبقى احنا عندنا الهاي تيزرد ليجامنت ده مشكله،
والموبايل او الموبيل ليجمنت من المشاكل الاخرى اللي هما ممكن يخلوا عندك المنظار ديفيكالت وما تعرفش توصل للهيباتيك بريكشر ولا توصل الى الرايت كورن. من النايت ميرز اللي بتكون موجوده عندنا في الاسبلينيك بريكشر كونجينيتال انومالي ان الديسندنج كولون بيكون ليه ايه؟ بيكون ليه ميزنتري. فنتيجه ان هو ليه ميزنتري بدل ما هو موجود هنا في الليفت سايد بيروح متحرك سبحان الله لنص البطن ويروح لافف على نفسه علشان يعمل السبلينيك فيكشن. احنا عندنا الطبيعي المنظار بيمشي في الديسندنج كولون يروح للسبلينيك فيكشن وبعد كده يمشي ايه ميديالي ناحيه مين؟ ناحيه الامبلايكس، صح؟ ده الطبيعي. يبقى المنظار هنا بيمشي ايه ميديالي. في حاله الريفرس سبلينيك فيكشن يا اخوانا هتلاقي ان المنظار طالع لفوق وهيمشي ايه لاترالي، يمشي لاترالي لغايه ما يوصل للفرانك ويبتدي يعمل روتيشن او توركينج ويبتدي يجي ميديالي. فطبعا لما انت تيجي تزق المنظار هنا هتلاقي ريزيستنس لان الدايركشن ده مش طبيعي، يبقى هيكون عندك لارج سيجمويد لوب. وفي نفس الوقت البوزيشن الغريب ده للسبلينيك فيكشر بيعمل ريزيستنس رهيبه، فالكولونوسكوبي بتاعك ما بيعرفش يوصل للهيباتيك فيكشر بالبلدي، استحاله يوصل. طبعا هم وصفوه في الناس اللي هي كانت زمان بتستخدم الفلوروسكوبي او حاليا ممكن تشوفه بسهوله لو بتستخدم السكوب جايد، لو بتستخدم السكوب جايد. طبعا من رحمه ربنا بينا ان الريفرس سبلينيك فليكشر نسبته 5% ودي نسبه قليله فمش كومان. خلاص يبقى احنا عرفنا ايه اهميه الفرينكوليك ليجامنت وقلنا مشكلته الاساسيه لو حصل مع سيادتك ايه سبلينيك تير لا قدر. في بعض الكي فاكتس المهمه اللي احنا محتاجين نتعلمها. فاكرين احنا المحاضره اللي فاتت قلنا لو المنظار كان 30 دقيقه حاول تخلي 20 دقيقه في الليفت كولون، صح؟ لان الرايت كولون هتوصله فيه 5 ل 10 دقائق، دي الحكمه الاساسيه. الحكمه الثانيه بتقول ان السبلينيك فليكشر هو الهاف تايم نص الشوط في الكولونوسكوبي. يعني انا لما اوصل للسبلينيك فليكشر اعتبر ان انا خلصت نص الكولونوسكوبي، فالمفروض تاخد ديب بريز وتحاول تهدى تستريح شويه علشان تعرف تعمل له نافيجيشن وعلشان تعرف ايه؟ وعلشان تعرف تعدي. طبعا السبلينيك فليكشر عشان تعديه بسهوله عملوا قاعده اسمها 50 رول، قاعده اسمها ايه؟ 50 سنتيمتر رول. ايه قاعده ال 50 سنتيمتر؟ قالوا لما توصل دي السبلينيك فليكشر وانت متاكد ان اللي عندك انت عندك عند السبلينيك فليكشر لازم تشيل اي سيجمويد لوب، لازم تشيل اي ايه سيجمويد لوب علشان تعرف تعدي السبلينيك فليكشر كويس، لازم تشيل اي سيجمويد لوب لان طالما ان انت عندك في سيجمويد لوب مش هتعرف تعدي السبلينيك فليكشر. طب اشيل اللوب ازاي؟ زي ما احنا اتفقنا هنعمل وزدرول وفي نفس الوقت بنعمل ايه كلوك وايز روتيشن ونسحب المنظار، ويفضل تخلي الاسيستنت بتاعك يضغط على الليفت ايليا فوسا، يضغط على الليفت ايليا ايه فوسا. فبالطريقه ديت هتلاقي ان المنظار بتاعك هيكون على بعد 50 سنتي من الانس والتب بتاعته هتكون عند السبلين. خلاص كده اتفقنا. طب افرض ان انا ما عملتش الحركه دي، افرض ان انا ما عملتش الحركه ديت وقعدت ادكك وازوق ولا حاجه. كل اما انت بتزوق يا حبيبي كل اما السيجمويد لو بيتكون والهواء هيضرب في البنت زي ما احنا قلنا 1000 مره في المحاضرات اللي فاتت وهيتسرسب فوق المنظار لورا يعمل لك ديستنشن في السيجمويد كولون ويكبر اكتر واكتر ولوبنج على لوبنج وبتعلق بني لو انت عديت من السبلينيك ايه فليكشن. يبقى انا اول اما اوصل للسبلينيك فليكشر اعمل ايه؟ اطبق قانون ال 50 سم، اخد نفس ابتدي اعمل بالراحه اسكشن الهواء، طبعا تعمل سكشن للاير شويه بنسبه كام؟ 50%، وابتدي اعمل سيمالتينيوس ويزدرول اند كلوك وايز توركينج اند كلوك وايز توركينج، وفي نفس الوقت اخلي الاسيستم تعمل لي اكسترنال كومبريشن على الليفت لور كوادرانت علشان اضمن ان ما يحصلش ريفورميشن للسيجمويد لوب. اتفقنا؟ كلام جميل. طيب
لو انت عندك حاله صعبه في السيجمويد في السبينال فليكشر، ايه اسبابه؟ اول سبب عندنا زي ما احنا لسه قايلين ان بيكون عندك لارج سيجمويد جروب اللي هم بيحبوا يدلعوا، يقول لك ايه باكلين، بيحبوا يدلعوا يسموه ايه باكلين. يبقى اول حاجه ان انت عندك ممكن يكون عندك في لارج سيجمويد جروب. الخطأ الثاني الشهير اللي بيخليك ما تعرفش تعدي السبلينيك فليكشر حاجه اسمها هوكي ستيك كرونوسكوب او كين هاندل او ووكينج ستيك هاندل. ايه الالفاظ ديت؟ شايف المنظار بالشكل ده؟ عامل زي ايه؟ عامل زي العصايه اللي الراجل الكبير في السن بيتعكز عليها ويمشي، يبقى هنسميه ايه؟ ووكينج ستيك هاندل. او لو العصايه ديت معموله من البوص هيسموها ايه؟ كين، ها؟ كين ايه؟ هاندل. او ابن زواد عامل زي عصايه الهوكي يبقى هوكي ستيك. خلاص اتفقنا؟ ده الوصف بتاعها عشان لو قريتها في الكتب. ايه الخطا اللي هو اتعمل هنا؟ الخطا اللي اتعمل هنا ان الدكتور لما عدى السبينال فليكشر عجاب ماكسيمم اب وماكسيمم رايت، فبدل ما التب بتاعته هتكون ستريت كده علشان تمشي في الترانسفيرس كورن، هتلاقي ان التب بايه؟ بتنزل لتحت تضرب في الوول، فكل ما يجي يزق المنظار هيلاقي نفسه بيقرب من الوول وممكن يعمل بيرفويشن. يبقى ده السبب الثاني عندنا لو ما عرفش يعدي من السبلينيك ايه؟ من السبلينيك فليكشر. يبقى احنا قلنا ان في سببين اثنين اساسيين، نمبر 1 سيجمويد كولون باكلين او لوبن، ثاني حاجه عندنا اللي هو الهوكستيك باتر. الهوكستيك باتر من الحاجات المهمه قوي علشان تعدي السبلينيك فليكشر انك تستخدم دايما الجرافيتي. لو انت ما عرفتش تعدي منه استخدم الجرافيتي، بدل ما العيان في الليفت لاترال بوزيشن خليه في الرايت في السباين او خليه في الرايت فليكشر. ليه؟ ده العيان في الليفت لاترال بوزيشن زي ما انت شايف هنا الانجل اكيود، الى جانب ان بالجرافيتي الترانسفيرس كولون هيقع تحت، صح؟ هيقع ناحيه الانجل، هيحصل له ايه؟ ساكن، فهتزيد معاك الايه؟ هتزيد معانا الايه؟ الانجل. لما العيان بينام سوباين او بينام على الرايت لاترال بوزيشن، ايه اللي حصل؟ الترانسفيرس كورن هيحصل له ساكنج هنا في الناحيه العكسيه، فهيعمل لك ستريتشنج على الفليكشر، فيخلي الفليكشر بتاعك ايه؟ مفتوح. فانت لو انت جيت تعدي السبلينيك فليكشر ولقيت انك ما حاولت اكتر من مره وعملت المستحيل ما انتش عارف تعدي منه، غير البوزيشن. ليه تتعب نفسك؟ جرب دايما بمحاوله واحده او اتنين ماكسيموم، ما عرفش غير الايه؟ غير البوزيشن. واستفدنا؟ طبعا القاعده السريه والذهبيه في الكولونوسكوبي الهوكينج تكنيك اللي انا قلته 1000 مره. ولن امل من ايه؟ من قوله، التكرار يثبت الايه؟ المعلومه. قلنا اي فليكشر اي بنت عاديها ازاي؟ يعني انا دلوقتي هشرح لك السبين فليكشر بتعدي منه ازاي والتريكس بتاعته. افرض انت مش عاوز تقراه، نعمل ايه؟ طبق قاعده الهوكينج تكنيك في اي حته من القولون هتلاقي نفسك بتعدي بسهوله. اعمل ايه؟ انا شايف بنت قدامي، اعمل نمبر 1 وذرو ذا سكوب. يبقى اول حاجه هنعمل ايه؟ وذرو. تاني حاجه سكشن بنسبه كام؟ 50%. بعد كده اعمل withdrawal مع تورك، صح؟ وقمنا نريموف اي لوب موجود تحت، اي لوب موجود ديستال تعمل له ايه؟ ريموفال. وانا بعد كده بعمل حاجه اسمها ريهرسل، بعمل حاجه اسمها بروفا. البروفا ازاي؟ ان انا بقف على، برجع بالمنظار حوالي 10 سنتي علشان اخد اريال فيو او بيرد فيو اللي هو النظره العامه الشامله، وابتدي احرك المنظار بتاعي تجاه الايه؟ البن. بس قبل ما احرك المنظار بتاعي تجاه البن بحاول اخلي الترانسفيرس اكسس بتاع البن يكون ايه؟ هوريزونتال، ما يكونش ايه؟ لاترال. ليه يا عم؟ لان الاب والداون بيشتغل معاك بسهوله لو المنظار عامل لوبنج، انما الرايت والليفت ما بيشتغلش ايه؟ ما بيشتغلش كويس. وقلنا لما نيجي نقرب للوب بعد ما انا خدت الفيو وحددت المكان الدايركشن اللي انا همشي فيه، بزوق المنظار بتاعي ناحيه البند بس، وانا شايل ايدي من على زرار مين؟ وانا شايل ايدي من على زرار الهواء. ليه؟ الهواء هيضرب قدام، هيرجع ورا فوق المنظار، هيعمل لك ديستنشن في الديستال كولون، وحضرتك مش هتشوف الديستنشن وهلم ايه؟ وهلم.
فالهوكينج تكنيك ما يتنسيش. السبلينك بريشر، ايوه السبلينك بريشر ممكن نطبق عليه الهوكينج تكنيك وهتعديه بكل سهوله، بس هنقول بعض الخطوات الزياده اللي ممكن تساعدنا لو كانت الحاله ايه، لو كانت الحاله بتاعتنا ديفيكال. لما نيجي نبص في الدياجرام دهوت يا اخوانا هنلاقي ديت الخطوات بتاعتنا بتاعت السبلينك ايه، بتاعت السبلينك بريشر. اول خطوه عندنا نمبر 1 ريموف سيجمويد لوب، ريموف سيجمويد ايه لوب زي ما احنا اتفقنا. تاني حاجه عندنا دي انجيوليت ذا تيب، انت داخل على فليكشر لا تجيب لي رايت ولا تجيب لي ليفت، خلي السكوب بتاعك على النيوترال بوزيشن علشان تضربه في البنت فياخد نفس الاتجاه الطبيعي بتاع البنت بدون ايه، بدون ان انت ترهق المنظار ولا الايه الوايرز. طبعا اهم حاجه انك ما تعملش انجيوليشن قويه دي التب بتاعتك علشان ما تعملش الووكينج ستيك ايه هاندل، وده بيخلي النافيجيشن للترانسفيرس كولون ايه صعب. دايما حاول تسحب شويه لما بتلاقي نفسك في صعوبه شويه، حاول تعمل ديفليشن. وقلنا احنا بنستخدم الكلوك وايز تور وانت رايح ناحيه الفليكشر، وانس ان انت بتعدي الفليكشر بتدي العكس، بتدي كاونتر او انتي كلوك وايز، ولو انت فيلد او عندك مشكله لازم تعمل تشينج الايه، تشينج للبوزيشن. طبعا بنقول تاني لو انت زهقان من الخطوات دي كلها طبق مين الهوكينج تكنيك، لو انت طبقت الهوكينج تكنيك هتلاقي ان الدنيا بتاعتك ايه سهل. هنشرح كل خطوه خطوه بسهوله لان السبلينك فليكشر دي اكتر من سيناريو. اتفقنا ان اول حاجه لما اوصل عند السبلينك فليكشر لازم اشيل اي لوب واطبق القاعده بتاعتي اللي هو الرول اوف ايه، الرول اوف 50. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ ان انا بعمل سيمالتينيوس بولينج باك للسكوب وكلوك وايز تور، ويفضل ان الاسيستنت يعمل لك بريشر علشان ايه، علشان ما يحصلش ري لوبينج. اتفقنا. تاني حاجه بعد ما انا رجعت لورا بفك الرايت والليفت من المنظار وبشيل ايدي من على صباع الاب والداون، اخلي المنظار بتاعي ستريت خلاص، اللي احنا بنسميه ايه دي انجيوليشن، بنسميه ايه دي انجيوليشن. ليه؟ علشان يا اخوانا لما تزق المنظار وتيجي ناحيه الفولد بتعمل جنتل اب او جنتل داون على حسب الدايركشن، وفي نفس الوقت وانت بتزق المنظار المنظار بيضرب في الفولد فبيتعوج لوحده، بيتعوج ايه لوحده، فتضمن ان هو مش هيعمل عندك الهوك ستيك ايه باترن. خلاص كده اتفقنا، اتفقنا خلاص. يبقى انا شيلت اللوب، تاني حاجه خليت البوزيشن بتاع المنظار بتاعي نيوترال خلاص، وبعدين بناخد زي ما احنا اتفقنا من بعيد الاريال فيو علشان اشوف الدايركشن بتاعي ايه، والله ده رايح ناحيه اليمين، ده رايح ناحيه الشمال، ده طالع فوق نازل تحت. وانه يفضل دايما اي بنت تخلي ترانسفيرس اكسس بتاعها يكون ايه هوريزونتال. قلنا هنعمل ديفليشن للقولون بنسبه كام؟ بنسبه 50% زي ما احنا ايه، زي ما احنا متفقين. ده كله نفس الحاجات بتاعه الهوكينج تكنيك بس اندبس ايه، اندبس شويه. هنزق الشافت بتاعنا كلوك وايز نفس الكلام بتاع الهوكينج تكنيك، انا ما بقولش اي حاجه. وبنزقه كلوك وايز ليه؟ علشان نمنع السيجمويد لوب ري فورميشن خلاص، لغايه اما بتوصل للفولد نفسه. خد بالك من نقطه مهمه ان السبلينك فليكشر، ان السبلينك فليكشر بيجي الدايركشن بتاعه from posterior to anterior. فلما انت تحدد الدايركشن بتاعه، لما انت تحدد الدايركشن بتاعه عاده بنحتاج نعمل سنه انتي كلوك وايز روتيشن. فده اول مكان في القولون هقول لك عليه النهارده، بدل ما بنعمل كلوك وايز بنعمل ايه انتي كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز خلاص. اول مكان عندنا مين السبلينك فليكشن، يبقى انا جيت عامده وهظبط بالاب والداون. ممكن تستخدم الرايت والليفت بس ما تجيبش ماكسيمم، الله يبارك فيك استخدمها سنه بسيطه بس. هنا طالما انك عشقت في الفولد، طالما انك عشقت في الفولد، بدل ما بعمل كلوك وايز تورك بنعمل ايه انتي كلوك وايز، بنعمل انتي كلوك وايز. الانتي كلوك وايز ده ميزته ان هو هيمشي مع النورمال اناتومي اللي هو بيكون موجود عندك. تاني حاجه بيعمل حاجه مهمه قوي، ايه هي؟ اليفيشن اوف ذا ترانسفيرس كولون.
بيعمل ايه؟ عارفين العيال اللي بتيجي تنط في حمام السباحة، بيكون كده في لوح كده خشب، الواد بيقف على الطرف بتاعه ويروح متنطط عليه ورامي نفسه في الايه؟ رامي نفسه فيه، ها؟ في الميه. فلما بيتنطط على اللوح ده، ايه الميزه؟ اللوح ده بيرفعه لفوق قبل ما ينزل في الميه. فهي نفس الفكره كده، ان الكولونوسكوب لما يخش في الديستال بارت ترانسفيرس كولون، وانت تعمل كاونتر كلوك وايز، يبقى هتعمل له اليفيشن لفوق، هتشده من البلفس، فيكون معاك ايه؟ مور ديستريكت. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى عرفنا دي اول تكه بالنسبه للكاونتر كلوك وايز. لو انت ما انتش عارف تعدي السبرينج فليكشر، اعمل ايه؟ زي ما احنا اتفقنا، نغير البوزيشن الى سوباين، او نخليه الى رايت لاترال، بالتاثير بتاع الجريفيتي الترانسفيرس كولون هيشد السبرينج فليكشر ويخليه اوبن معاك. هيخليه ايه؟ هيخليه اوبن معاك. خلاص؟ طيب افرض انت ما انتش عارف تعديه، اكيوت، ونيمت العيان على ظهره وعلى جنبه، ما انتش عارف تعديه خالص. وفي بعض الحالات بيكون كده زي الباير ديزيز اللي احنا كنا قلنا عليه، دايما اي واحد ما تعرفش تعدي فيه من السبينال فليكشر مع تغيير البودي بوزيشن، دور على السيجمويد لوب، وحاول تخلي السيجمويد لوب ده يتشال باي طريقه. عاوز اقول لكم تكه في السيجمويد لوب من خلال الخبره. انت هتلاقي دايما مكتوب في السيجمويد لوب ان هو يتضغط على المربع التحتاني الليفت للعيان. انا بقول لك ان لما يكون في فليكشر انت مش عارف تعديه، وانت عمال تدكك المنظار، هتلاقي النقطه اللي هي العليا الصامت او البيك بتاع اللوب ده موجود تحت الليفت. معقول؟ اه. فلما تيجي هنا تقول للممرضه زق لتحت، قول لها حطي ايديكي فوق الكبد وزق لتحت على لاين ماشي ناحيه الليفت انتيرير سوبيرير اليك سباين. دي التكه مش هتلاقوها في الكتب، بس دي تجربوها هتجيب نتيجه كويسه معاك. طبعا من الحلول الوهميه اللي عمرها ما نفعت معايا انا شخصيا، انك تقول للعيان ايه؟ خد نفس واكتمه. الاله هيبقى فايق لك تاخد نفس وتكتمه، فالديافرام ينزل لتحت، يقوم يزق السبرين فليكشر لتحت، فغصب عنه ايه؟ يتفرد. الزاويه بتاعته بدل ما تكون اكيوت هتكون ايه؟ هتكون اوبتيوس. تمام. طبعا من النقط المهمه قوي اللي احنا عاوزين نقول عليها، ان انت كل مره وانت بتحاول تعدي من السبينال فليكشر، خلي ايديك حنينه، خلي ايديك ايه؟ حنينه، خلي ايديك بطيئه. كل ما بتزق العيان زي ما بتغز واحد بمطوه ولا بسكينه، انت بتكون سيجمويد لوب من غير ما تحس. يبقى اي بريسك موفمنت، اي حركه سريعه قويه، بيصاحبها ايه؟ سيجمويد لوب فورميشن ذات از انفيزبل او انفيزبل، حضرتك ما انتش هتشوفه، وهيخلي النافيجيشن بتاعتك بتكون ايه؟ صعبه. في بعض الناس لما بتلاقي الدنيا صعبه، افرض ان انت عندك العيان انت عارف ان هو بيكون لوبس وحاولت المستحيل. قاعده كده اتعلمها مني، قاعده اتعلمها ايه؟ مني. اي فليكشر ما تعرفش تعديه وتاخد فيه وقت ولا حاجه، شفط الهواء واطلع بالمنظار بالتدليك لغايه ما ترجع للريكتوم تاني وانت مشفط الهواء، واعتبر نفسك هتخش من اول وجديد، بس وانت داخل من اول وجديد خلي حد يعمل لك كومبريشن علشان تضمن ان اي لوب قديم انت شفته. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. لو انت متوقع ان العيان في صعوبه، وانا بحب الناس اللي هي لما تيجي تعمل منظار تبقى عندها بلان قبل المنظار، ففي ناس ممكن تستخدم الاستيفنس. بالنسبه للاستيفنس يا اخوانا، الاستيفنس بتستخدمها امتى؟ بعد ما بتعدي السيجمويد كولون ووصلت للديسندنج كولون، اعمل استيفنس فهيفك معاك اي سيجمويد لوب. بس وانس انك وصلت للترانسفيرس كولون، لازم تفك الاستيفنس، لازم تفك الايه؟ الاستيفنس، لانها بتسبب بين العيان، ولو الاستيفنس كملت معاك ممكن ما تعرفش توصل للتيرمينال ايليا. طب افرض ان العيان عصلك معايا على الاخر ومش عارف عادي، استخدم الووتر اميرشن، احقن 5 سرنجات ميه كولسينج 50 سنتي يعني 250 مللي، ممكن هو ياخد ديستنشن للسبرينج فليكشر وتقدر ايه؟ وتقدر تعديه. خلاص؟
وطبعا البوزيشن تشينج من الحاجات المهمه قوي. انا كان عندي عيان كان عنده اكيوت سبليت بريشر، ما عرفتش اعديه فعلا الا لما حطيت العيان في الرايت لاترال بوزيشن. خد بالك كده قاعده معروفه، السبلين لازم انا ابقى واثق فيه، اخد الوقت بتاعي، القاعده الذهبيه اطبق البوكينج تكنيك واشيل مين؟ السيجمويد كولون لوب. السيجمويد كولون لوب بذكرك وهخليني اذكرك، وكثره التكرار بتعلم الشطار. ايه الهوكنج تكنيك؟ هوكنج تكنيك نمبر 1 سيمالتينيوس وذدرول اند توركينج، ثاني حاجه سكشن باي 50% ريموف اني ديستال لوب اند ابدومينال كومبريشن ريهرسل فروم ها فروم اواي، احاول ازق المنظار جوه بره اشوف هوصل الدايركشن اللي انا عاوزه ولا لا، كلوك وايز تورك وانا واصل ناحيه الايه البن. The tip of the scope should be neutral. Remove up, down, right, A, right, left. Okay. The transverse axis of the bend لازم يكون ايه؟ horizontal. وبعد كده بضرب في الفولد بتاعتي او البند بتاعتي والمنظار يتعود معايا وممكن استخدم معاه جنتل اب او جنتل داون موفمنت. خلاص؟ وانا بعدي عاده بنعدي بالكلوك وايز تورك في الفليكشرز اللي موجوده في السيجمويد كولون والديسيندنج كولون، لكن قلنا ان السبلين فليكشر بيحتاج ايه؟ انتي كلوك وايز، انتي كلوك وايز. وانس ان انت عديت البند لازم نعمل ايه؟ اعمل سكشن عشان اقرب البروكسيمال اورجان ناحيتنا، وفي نفس الوقت اعمل ابتدي اعمل جرادوال ريليز الاب والداون علشان ما نعملش الهوكينج الهوكي انجل ونعرف نكمل المنظار بتاعنا. طيب من قلنا ان في نايت مير بيكون موجود عندنا، النايت مير اللي احنا قلناه اللي هو الريفرس سبلينك فليكشر، وقلنا ان ده نسبته بيكون 5% وبتقدر تكتشفه عن طريق الفلوروسكوبي وبتكتشفه عن طريق السكوب جايد. طب افرض ان انا ما عنديش ده ولا عندي ده، اكتشفه ازاي؟ ولا حاجه، واحد كل شويه عمال تحاول في السبيد وما انتش عارف تعديه، اعتبره جرب مره انك تعتبره ان هو ايه؟ ان هو موجود. وقلنا ان انت كل ما بتزق كل ما بيزيد عندك الريزيستنس فبيعمل ستريس على منظار القولون فيعمل لك لارج سيجمويد ايه؟ لوب، وفي نفس الوقت مش هتعرف تعمل نافيجيشن ولا ستيرنج للترانسفيرس كولون. وقلنا ان احنا بنعديه ازاي؟ بنعديه انك بتعمل انتي كلوك وايز روتيشن، فلما بتعمل انتي كلوك وايز روتيشن بتجيب الديسيندنج كولون في وضعه الطبيعي اللي هو لاترال مش في الميد ابدومن، والسبلينك فليكشر هيتفرد معاك وهتعرف ايه؟ وهتعرف تكمل. يبقى بفضل الله تعالى كده احنا خلصنا مين؟ خلصنا السبرينج بيكشر. وبكرر تاني الهوكنج تكنيك الهوكنج تكنيك الهوكنج تكنيك. خلاص في تكنيك تاني احنا بنقوله الانكرنج تكنيك الانكرنج تكنيك او الانكر تكنيك هنقوله كمان شويه. نيجي بقى للترانسفيرس كولون. الترانسفيرس كولون زي ما احنا عارفين طوله من 20 الى 30 سنتي. في نوعين اتنين عندنا من الترانسفيرس كولون، ترانسفيرس كولون السهل وترانسفيرس كولون الصعب. تمام، الترانسفيرس كولون السهل ده هو اخوانا اللي هو باللون الازرق ده بيكون ماشي هوريزونتال في البطن ما بين الليفر والسبلين، وبيكون ماشي ناحيه ورا الانتيريور ابدومينال بول، وما بيكونش هوريزونتال قوي، هو بيكون عامل زي القمر، عامل زي ايه؟ زي القمر يونيت. فده سهل جدا انك تعديه بالمنظار، فده ما بياخدش دقيقه انك تعديه. طيب ما لو كان كل حاجه في القانون سهله ما كانوش عملوا محاضرات كثيره ونشفوا رقنا يعني. النوع بقى اللي فيه مشاكل عندنا حقيقه بيسموه البلفيك تايب ترانسفيرس كولون. البلفيك تايب ايه اللي بيحصل؟ الترانسفيرس كولون بينزل ناحيه السيمفيسس بيوبس لغايه لما يوصل للمنطقه بتاعه اليورينري بلادر ويروح عامل كيرفنج فوقها ويرجع تاني يطلع لفوق ناحيه مين؟ ناحيه الهيباتيك فليكشن. فاصبح القولون ده هو اللي هو بيسموه البلفيك تايب اصبح ليه اسندنج ليم وديسندنج ايه؟ وديسندنج ليم. خلاص كده اتفقنا؟ وفي نقطة التقاء أصبحت فليكشر جديد أو بند إيه؟ أو بند جديدة. خلاص؟
ده مشاكله كتيرة جدا، ده مشاكله ايه؟ كتيرة جدا. وهو طبعا بيكون موجود اكتر في الستات عن الايه؟ في الستات عن الرجالة. وده بقى يعشق اللوبينج، ده يعشق الايه؟ اللوبينج. وتبقى مصيبة لو عملك حاجة اسمها اوميجا لوب، لو حصل اوميجا لوب عمرك ما هتوصل للرايت ايه؟ للرايت كورنر. طيب لما نيجي نعرف كده، يبقى النوع الديفيكالت اللي احنا بنخاف منه اللي هو مين؟ البلفيك تايب، وهنقول عليه معلومات زياده كمان شويه. لما نيجي نشوف طبعا الترانسفيرس كولون، قلنا ان هو كهوستريشن عباره عن سيرس من البيراميدز ورا بعض من الاهرامات او توبرون، شوكولاته التوبرون. وقلنا ان هو بيتميز كمان ان التينيا كولاي بيكون اوبيس فيه، فبتكون عامله زي المارك اللي موجوده في الطرق بتاعتنا عشان نمشي عليها في العربيه. لكن دايما افتكر القاعده الذهبيه اللي هي بتقول ايه؟ You cannot see the end of the tunnel. You cannot see the end of the tunnel. ما بتشوفش نهايه القولون. بصوا كده للصوره ديت بتاعت الترانسفيرس كولون، اتحداك تشوف ايه النهايه. هتلاقي النهايه هنا حته ايه؟ مظلمه، ما تعرفش ايه نهايته. ليه؟ لان هو بينزل لتحت شويه ويوصل لانجل ويطلع لفوق، فالانجل دي بتكون ايه؟ ضلمه. يبقى الديسندنج كولون بتشوف نهايه النفق، والاسندنج كولون بتشوف نهايه النفق. اما الترانسفيرس كولون سواء كان هوريزونتال تايب او كان بيلفيك تايب، عمرك ما هتشوف ايه؟ عمرك ما هتشوف نهايه التانل. وديت من الطرق اللي احنا بنستخدمها علشان نعرف احنا موجودين فين بالمنظر. قلنا اخطر حاجه بيتكون منها هي تعمل لنا البلفيك تايب، ان هو يعمل لنا الجاما لوب، يعمل لنا الجاما لوب اللي حضراتكم شايفين. والجاما لوب ده لو حصل يبقى تعالى قابلني لو وصلت لايه؟ لو وصلت للاسندنج كورنر. اتفقنا؟ من المشاكل اللي هي موجوده عندنا ان البند دهيت بتبقى نظيفه، بتبقى ايه؟ نظيفه، ما فيهاش غير هواء. فلما انت بتوصل لها، في ناس كتيره بتفتكر ان هي في الهيباتيك فليكشن، ناس كتيره بتفتكر ان هي ايه؟ في الهيباتيك فليكشن. طب انا افرقها ازاي من الهيباتيك فليكشن؟ وديت خطا شائع، وديت خطا شائع. وطبعا مشكلتها ان هو بيفتكر ان هو ده عدى، يعني بيفتكر حته الهيباتيك فليكشن، وما بيوصل هنا في الاسندنج ليمب اللي انا ماشي عليه بالليزر بند اهوت، فيوصل دي مرحله الهيباتيك فليكشن الاصلي، فيفتكروا السيكم. وهو للاسف لو وصل للاسندنج كورون ولا شاف الايه؟ ولا شاف السيكم ولا حاجه. السبلينيك فليكشر، الهيباتيك فليكشر بيتميز ان هو فوليومينس، بتحس انك قاعد في فيلا، وابيض وارد نظيف، بيبرق من نظافه، بيبرق من ايه؟ من نظافه. اما اي فليكشر تاني هتفتكره ان هو هيباتيك فليكشر، هتلاقي حجمه صغير، هتلاقي حجمه ايه؟ صغير. الهيباتيك فليكشر من وسعه لما انت تقرب من البند بتاعته ما بتشوفش الباوندرز بتاعت القولون، ما بتشوفش الحواف اللي هي الدوائر بتاعت القولون، ما بتشوفهاش، على عكس السبلينيك فليكشر وعلى عكس الايه؟ السودو هيباتيك فليكشر اللي موجود في الميد ترانسفيرس ايه؟ كولون. النقطة الثانية ان انت عندك في الميد ترانسفيرس كولون ممكن تشوف البلسيشنز بتاعت الايه؟ بتاعت الاورطة. لو انا عندي الهوريزونتال ترانسفيرس كولون، ده بيكون ايزي تو نافيجيت، وده مفيش فيه منه اي مشاكل خالص. اما البلفيك تايب قلنا ده بيكون تشالنج. ليه يا عمنا بيكون تشالنج؟ لانه ممكن يعمل لك لوبينج، فاللوبينج ده بيكون ديفيكولت ان انت تشيله. خلاص كده اتفقنا. قلنا ان احنا الديسندنج ليمب وهو نازل لتحت يبقى فيه ريزيستنس في المنظار، لان المنظار هيكون عامل زاويه ايه؟ حاده. هيكون معانا مين؟ سيجمويد لوب، والسيجمويد لوب اللي يزيد، فتلاقي نفسك ما انتش عارف توصل الى الايه؟ سيكم. تاني حاجة ان انت لما بتيجي تتني هنا فوق وتزق هنا لفوق، برضه هيحصل عندك ريزيستنس ومور لوبينج، ومور ايه؟ لوبينج. فعلشان كده لما انت بتكون شاكك لازم بتخلي الاسيستنت بتاعك يحط ايده فين؟ فوق اليورينري بلادر، ويحطها تحت كده ويضغط، وبعد كده يرفع بالتدريج لفوق من غير ما يشيل ايده من على الجلد، ضغط عشان يرفع معاك الاسكوب لفوق ويفرده. ويفرد. خلاص كده اتفقنا؟ طبعا في حاجه اسمها الموبايل سبلينيك فليكشر في الناس اللي هي قلنا بيكون عندها الفرينوكوكوليك ليجمنت بيكون لاكس. قلنا ده ما بيكونش فيه تركيز الفالك، تاثير الفالكرام. فالكرام يعني ايه؟ يعني السقاله، نقطه ارتكاز.
عامله زي ايه؟ زي الراجل اللي هو بيشطب لك البيت، علشان يشطب لك الجدار من فوق يجيب سقاله يقف عليه. ايه نفس الكلام، انت علشان تخش ترانسفيرس كولون لازم يكون في نقطه ارتكاز في السودينيك فريكشر، فلو ما فيش نقطه الارتكاز ديت هتلاقي ان في ديفيكولتي معاك في الترانسفيرس ايه؟ في الترانسفيرس كولون. طيب انا دلوقتي ترانسفيرس كولون هبتدي امشي فيه، اول حاجه اعملها ايه؟ اول حاجه احنا اتفقنا لما بتعدي من السبينج فيكشر بنعدي بايه؟ بانتي كلوك وايز، خلاص؟ ماشي. وانس ان انا عديت من السبينج فيكشر بعمل ايه؟ بعمل سكشن وبحاول ان انا اعمل ريليز للدايلز بتاعتي اللي هو الاب والداون والرايت والليفت علشان ما يحصلش عندنا الكين هاندل، عشان ما يحصلش معانا الكين هاندل، ماشي. وانس ان انت عديت اول 5 سم او 10 سم بعد السبينك فليكشر، اقف يا حبيبي وحاول تشيل تاني اي سيجمويد لوب، لان خد بالك كل شويه سيجمويد لوب هيتكون، يعني هيتكون. اعمل ايه؟ وزدرول، بس هنا وانت بتعمل وزدرول خلي ايدك بطيئه، لا تسحبه وتنطر المنظار فيرجع تاني قبل الفليكشر. سيمالتينيوس وزدرول مع كلوك وايز تورك، وطمن. ولو انا عامل ستيفنس اشيل الستيفنس بتاعتي، وممكن الاسيستنت بتاعي يعمل لي ايه؟ يعمل لي مايل كومبريشن. قلت لك في الكتب الكومبريشن بتاعت السيجمويد مكتوبه فين؟ في الليفت ايليا فوسطه، بس الدكه بتاعتك منين؟ من عند الرايت هايبوكوندريوم. هو يحط ايديه ويزوق الايه؟ ويزوق لتحت. دايما خد بالك من نقطه حلوه قوي، دايما في قاعده بيقول لك ايه؟ يقول لك استخدم البوزيشنز علشان تخلص منظارك ايه بسرعه. يعني مثلا السيجمويد لوب متوقع ان هو فيه ديفيكولتي، خلي العين صباعي. الديسندنج كولون ليفت لاترال. السبلينيك فليكشر صباين او رايت. الترانسفيرس كولون خلي العيان صباعي. ليه؟ لان انت ما بتخلي العيان في الليفت لاترال بوزيشن، ترانسفيرس كولون هيسقط لتحت في الجرافيتي وهيعمل اكيوت انجل. فانا شخصيا يعني كأيمن بحب استخدم حاجه اسمها البرو اكتيف بوزيشننج، بحب استخدم البرو اكتيف بوزيشننج، انا ما بحبش اوجع دماغي بصراحه. يعني انا دخلت الريكتوم متوقع ان في سيلينت ريزيستنس، نايموه على ظهره، قعد سبلينك فليكشر، قعد السيجمويد نايموه على ظهره على جنبه الشمال، جيت عند السبلينك فليكشر نايموه على ظهره، وهكذا. بحب اريح دماغي علشان ما يتعملش عليك ستريس ومجهود. طيب قلنا ان انت لو انت شاكك ان العيان عنده بلفيك ترانسفيرس كولون هنعمل ايه؟ هنعمل ليفتنج، يعني هنرفع الايه؟ هنرفع ايه ترانسفيرس كولون. طب بنرفع الترانسفيرس كولون ازاي؟ بطريقتين. بنرفع الترانسفيرس كولون بكام طريقه؟ بطريقتين اثنين. الطريقه الاولانيه اللي هي الاكسترنال كومبريشن، بخلي العيان يحط الاسيستنت يحط ايده، هتلاقي في الكتب مكتوب بيحطها تحت الامبلايكس، انا بقول لك شوف السيمفيسيس بيوبس وحط ايدك فوقه وارفع لفوق. وانت بتزق علم كده الاسيستنت بتاعك لما يجي يرفع لفوق ما يشيلش ايده من على الجلد، لازم يمشي ملاصق للجلد. لو شال ايده من على الجلد المنظار بيتنطر من غير ما هو يحس. خلاص؟ فديت الطريقه الهين، ديت الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه اللي هي طريقه الخطاف انكرينج. اسف، طريقه الهلب. الهلب ده بيعمل ايه؟ عارفين السفينه لما بتيجي تقف بترمي الهلب، صح؟ هو نفس الفكره. الهلب بيعمله ازاي؟ ولا حاجه. ترانسفيرس كولون ده مليان ب فولدز، الفولدز دي تخينه وراها بلايند سبوتس كتير. فانا باجي في ترانسفيرس كولون، باجي في ترانسفيرس كولون واشوف فولد بارزه، خلاص؟ اروح معديها، اروح معدي الفولد بسنتي واروح جايب ماكسيمم اب. فلما تعمل ماكسيمم اب هيتحول المنظار بدل ما هو ستريت شكل رقم واحد، هيتحول لشكل ايه؟ رقم اتنين، هيبقى عامل زي عصايه الهوكي، صح؟ ايوه. بعد ما تعمل كده شفط شويه هواء، شفط شويه هواء او تشفط من الاول افضل، وشفط هواء واروح ساحب المنظار بتاعي سيمالتينيوس ايه؟ ها وزدرول مع كلوكوايز تورك زي ما انت شايف الايه؟ زي ما انت شايف، راح عامل هنا ويف بارافولد وراح شادد. هتلاقي من ايه؟ هتلاقي وانت بتعمل كده هتلاقي ان الترانسفيرس كولون بيرفع معاك لفوق ناحيه الايه؟ الشيست، وهيكون ايه؟ وهيكون ستريت. دي بقى احنا عرفنا كام طريقه لرفع ترانسفيرس كولون، عندنا طريقتين، طريقه عن طريق المساعد والطريقه الثانيه عن طريق الانكر اللي هو عن طريق الايه؟ الهلب بتاع الايه؟ بتاع السكون. وقلنا الكلام ده بيكون مفيد اكتر
في البلفيك تايب ترانسفير سكون عشان بيكون عندي ascending limb وعندنا descending A وعندنا descending limb. خلاص كده اتفقنا. في قاعدة برضو عاوز اقول لك عليها مهمة قوي 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 قوي. دايما شرشي ذا سيجمويد ايه لوب، شرشي ذا سيجمويد ايه لوب. لو انت في ترانسفيرس كولون ولقيت نفسك برضو ما انتش عارف تعديه، ما انتش عارف تعديه وعملت الليفتنج بتاع ترانسفيرس كولون، اعرف ان العيان في سيجمويد لوب، ما احنا ما بنشوفوش. فهنا بتضطر تجيب اتنين مساعدين، بتضطر تجيب كام؟ اتنين مساعدين، مش مساعدين العربية، دكاترة أو تمريض. المساعد الأولين هيعمل إيه؟ هيحط إيده فوق اليورينري بلادر أو السيمفيزيس بيوبيلز ويرفع لفوق، والمساعد التاني هيكون واقف في الناحية العكسية، هيضغط لك على الليفت إيليك فوصة. يبقى أنا هنا عملت اتنين كومبريشن في نفس الوقت، اللي إحنا بنسميها الإيه؟ الفور هاند كومبريشن. يبقى انا دلوقتي اتعلمت ان انا عشان ارفع الترانسفيرس كولون، يعني احنا ماشيين كده بخطوات، قلنا الخطوه الاولانيه علشان نرفع ترانسفيرس كولون ان انا بعد ما بعدي من السبينال كريشر بعمل سكشن وبفك الويلز بتاعتي وابتدي اعمل ايه؟ تورك خفيف. دي الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه عن طريق الكومبريشن، الستاندرد كومبريشن العادي من تحت السره او الافضل من عند السيمفيزيس. وقلنا ان انت ممكن تستخدم في المنظار نفسه الانكر تكنيك، تيجي ورا فولد وتجيب ماكسيمم اب وانت عامل سكشن وتسحب الايه؟ المنظار. وقلنا لو انت فشلت خالص استخدم الفور هاند كومبريشن، لان دايما يقول لك اي عيان ما تعرفش توصل للهيباتيك فليكشر اعرف ان هو عنده لارج سيجمويد ايه؟ لارج سيجمويد. اتفقنا؟ اتفقنا. من التكات برضو المهمه قوي، لو انت عندك جايلسكوب او عندك كولوروسكوبي وانت شايف نفسك في الاسندنج ليمب، الاسندنج ليمب اللي هو رايح ناحيه مين؟ رايح ناحيه مين؟ الليفر، اللي هو رايح ناحيه الايه؟ الليفر. دايما يقول لك لو انت رايح ناحيه الهيباتيك فليكشر في الاسندنج ليمب وانت بتزق المنظار، بدل ما انت بتجيب كلوك وايز تورك زي ما احنا متعودين بنجيب انتي كلوك وايز. يبقى تاني مكان قلنا عليه النهارده بنستخدم فيه الانتي كلوكوايز تورك مين؟ البروكسيمال ترانسفيرس كولون او الاسندنج ليم اوف ذا ترانسفيرس كولون، وتاني مكان عندنا مين؟ السبلينك ريكشن. يبقى انا لو انا جربت الحاجات دي كلها، بس انا ما بستخدمش الحاجات دي يا دكتور الا على ستيبس، الا على ايه ستيبس؟ انا جربت الانكرنج وجربت الليفتنج والفور هاند ولقيت نفسي مش عارف اوصل خالص، يبقى هستخدم المرحله الاخيره ان انا هتخيل نفسي في الاسندنج ليم واعمل ايه؟ واعمل انتي او كاونتر كلوك وايز تورك. خلاص اتفقنا. لكن ساعه ما توصل للسبرينك ساعه ما توصل للهيباتيك فليكشر يا حبيبي هتستخدم الكلوك وايز الطبيعي، هتستخدم الكلوك وايز. يبقى انا بستخدم الانتي كلوك وايز لغايه ما الاقي نفسي في وش الهيباتيك فليكشر، بعد كده اي حركه بعد كده بتكون ايه؟ بتكون كلوك وايز، بتكون كلوك ايه؟ كلوك وايز. طبعا ما ننساش الهاند بريشر. يبقى انا عندي الهاند بريشر في ترانسفيرس كولون او انا مش عارف اعدي، بنضغط في الليفت هايبوكوندريوم علشان تفك اي سيجمويد لوب، بتضغط عندك في الميد ابدومين عشان ترفع الساجنج كولون، وممكن في بعض الناس لو غشل معاك قوي بتضغط في الرايت هايبوكوندريوم علشان تحرك الهيباتيك فليكشر شويه فالمنظار يحصل له ايه؟ ها تب امباكشن. خلاص نوصل بقى للباشا الكبير اللي هو مين؟ الهيباتيك فليكشر. زي ما احنا اتفقنا هنفتكر شويه حاجات من الايه؟ من الاناتومي. الهيباتيك فليكشر عكس السبينيك فليكشر، هنا السبينيك فليكشر دايركشن بتاعه فين؟ from posterior to anterior. اما الهيباتيك فليكشر زي ما انتم شايفين ادي الانتيرير ترانسفيرس كولون بيمشي لورا تحت الليفر علشان يكمل كاسندنج كولون اللي هو موجود فين؟ في البارا فيرتيبرال جاتر، في البارا فيرتيبرال جاتر. دايما بيمثلوا الهيباتيك فليكشر يقول لك ديز فوليومينس، فوليومينس يعني ايه؟ واسع شرح. خلاص؟ بيمثلوه بحاجه ظريفه قوي، بيبص بي 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 يعني بيمثلوه هو والاسندنج كولون
بالبحر الواسع، بالايه؟ بالبحر الواسع. اول حاجه لما تيجي في الهيباتيك فليكشر هتلاقي ان هو دراي، ما فيهوش ولا نقطه فلويد فين؟ في الليفت لاترال بوزيشن. خد بالك، هات البوزيشن تشينج اللي انا كنت شارحه في المحاضرات اللي فاتت، هتلاقي في البوزيشن تشينج جاي لك كل مكان واحسن بوزيشن عشان تعديه ايه. الليفت او الهيباتيك فليكشر بيحب دايما الليفت لاترال بوزيشن. الهيباتيك فليكشر بيحب مين؟ بيحب ها اللاترال بوزيشن. السباين بيخليه اكيوت والرايت لاترال بيخليه اكيوت. اتفقنا؟ يبقى انا لما احب اعدي الهيباتيك فليكشر اعديه افضل في ايه؟ في الليفت لاترال بوزيشن. خلاص كده اتفقنا؟ اتفقنا يا سيدي. بيتميز ان هو دراي في الليفت لاترال بوزيشن، ما فيهوش ولا نقطه فلويد، وبيكون مليان بالهواء. اتفقنا ان هو بيكون فوليومينس، بيكون فانل شيب عامل زي القمع، ادي الحته الواسعه من القمع وادي الحته الضيقه البزبوز اللي هو نازل ايه منها لتحت. وطبعا زي ما انتم شايفين ان هو متني على نفسه جامد، عامل زي الايه؟ زي المشبه بتاع الشعر بتاع الستات اللي هو ايه؟ هير بند. خلاص كده اتفقنا؟ وقلنا ان هو بيكون واسع جدا لدرجه ان انت لما بتقرب منه لو انت خدت بالك انت مش شايف الاكسترنال باوندرز بتاعت مين؟ ما انت شايف الاكسترنال باوندرز بتاعت مين؟ بتاع الكولون اليومن اتسلف. تاني حاجه ان هو بيكون الهيباتيك بريكشر هتلاقي فيه ايه؟ هتلاقي فيه الامبريشن بتاع الليفر، بس احنا قلنا 1000 مره ان الامبريشن ده مش اكيوريت، لان العيان لو عنده نورمالي حاجه اسمها البيفر تيل ليفر او عنده هيباتوميجالي هتشوف الامبريشن بتاع الليفر، هتشوفه في الميترانسفير سكورون وهتشوفه كمان في السيك اب. فاحنا ما بنحبش نعتمد على الليفر امبريشن ايه، ما بنحبش نعتمد عليه قوي. وياما ناس كتيره كانت في السبلينيك فيكشر فكرت نفسها في الهيباتيك فيكشر، عشان كده كنا بنسميه في هذه الحلقه ايه؟ فولس هيباتيك فليكشر. ولما اكون في الميترانسفيرس يكون وتشوف الامبريشن بتاع الليفر يبقى ده برضه فولس هيباتيك فليكشر. الخطا الشائع الثاني ان انت تشوف الهيباتيك فليكشر وتفتكر نفسك في الايه؟ في السيكم. تفتكر نفسك في الايه؟ في السيكم. وده بيحصل قوي كتير قوي فين؟ لما يكون العيان عنده بلفيك ترانسفيرس كولون. لما يكون العيان عنده بلفيك ترانسفيرس كولون هتوصل هيباتيك فليكشر وهتفتكر نفسك في مين؟ هتفتكر نفسك في مين ايه؟ في السيكم. طب افرق ده من السيكم ازاي؟ على فكره السيكم بيبان زي الهيباتيك فليكشر. اول حاجه السيكم عامل زي الخنازير، بيحب الوحل، بيحب الايه؟ الوحل. دايما هتلاقي في ستول او سكريشنز، دايما هتلاقي في ستول او سكريشنز في الليفت الايه؟ لاترال بوزيشن. اما الهيباتيك فليكشر الفيلا النظيفه هتلاقي ان هو بيبرق من الايه؟ هيبرق من النظافه. خلاص كده اتفقنا؟ يبقى ديت اول ايه؟ اول حاجه. تاني حاجه ان السيكم هتشوف فيه الاليوسيكال فالف وتخش فيه. في نقطه عاوز انبهك ليها تكه كده. الاليوسيكال فالف ما تقولش انك شفته. شوفانك للاليوسيكال فالف بالنسبه لي ليس له اي اهميه. لازم تعملوا انتيبيشن وتشوف الفلاي بتاعت الاليو. ليه؟ لان في الهيباتيك فليكشر ساعات الفولدس بتديك فولس امبريشن ان ده الاليوسيكال فالف، ولما تحاول تعملها انتيوبيشن عمرك ما هتعمل ايه؟ عمرك ما هتعمل انتيوبيشن للاليوسيكال فالف. خلاص؟ طيب لما نيجي نعدي الهيباتيك فليكشر نفتكر مين؟ ها؟ نقول التكرار بيعلي من ايه؟ الشطار. هنفتكر الهوكينج تكنيك. نقوله تاني يا اخوانا، نقوله تاني. هوكينج تكنيك، ارجع ورا، شفط الهواء بنسبة 50% simultaneous withdrawal and torque، اعمل rehearsal للدايركشن، خلي الترانسفيرس اكسس بتاع البند يكون ايه؟ horizontal، اخلي المنظار بتاعي ايه؟ neutral، ابتدي ازق المنظار بتاعي وامشي مع الفليكشر العادي واحاول ان انا اعدي بجنتل dial movement. وانس ان انا عديت الفليكشر بعمل ايه؟ بعمل suction وبفك الويلز بتاعتي علشان افويد الهوكي ستيك ابييرنس واكمل زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا متفقين. نفس الفكره في الهيباتيك بريكشر بنطبقها مفيش اي مشكله خالص. نفس الفكره بنطبقها مفيش اي ايه؟ اي مشكله خالص، بس هنقول بعض التكات الايه؟ الزياده. اول حاجه لازم ابقى عارف ان ده الهيباتيك بريكشر بشوفه من بعيد زي ما احنا ايه؟ متفقين. وانت لما بتشوف الهيباتيك فليكشر قلنا هنخلي الترانسفيرس اكسس بتاعه فين؟
هوريزونتال علشان نعرف نهديه كويس في الاب والايه والداون. هنعمل اسبيريشن للاير بنسبه كام؟ 50% زي ما انت شايف في الصوره دي. لما انت جيت بعت وعملت اسبيريشن للاير هتلاقي ان ترانسفيرس كل النباتيك فليكشر بتيجي ناحيه المنظار، فتعرف تدكك عليه الايه؟ تعرف تدكك عليه المنظار بسهوله. خلاص؟ ممكن تخلي العيان ياخد ديب بريز ويكتمه، هيسقط لك الليفر لتحت وبالتالي هيفرد لك ايه؟ هيفرد لك الهيباتيك فليكشن. اتفقنا؟ في نقطة عاوز اقول لك عليها ودي تاني تكة هنقولها النهاردة. الهيباتيك فليكشر بيعامل معاملة الأعمى. الهيباتيك فليكشر بيعامل معاملة الايه؟ الشخص الأعمى. الهيباتيك فليكشر يا ولاد أكتر حتة متطبقة على نفسها في الكولونجو. الهيباتيك فليكشر اكتر حته متطبقه على نفسها، محدش بيعرف يعديه الا بلايندلي، محدش بيعرف يعديه الا ايه؟ الا بلايندلي. خد بالك من النقطه دي. طب عديه ازاي يا سيدي؟ وعلى حاجه انا رجعت وخليت الاكسس بتاعي ايه؟ ترانسفيرس. ممتاز، ما ياخدوش لا يمين ولا شمال. كلام جميل. زق المنظار بتاعك وتشوف الدايركشن فيه. الدايركشن بقى يا حبيبي هتجيب ماكسيمم اب وماكسيمم رايت. ماكسيمم اب وايه؟ وماكسيمم رايت. وبعدين وتعمل كلوك وايز تورك. تعمل كلوك وايز ايه؟ تورك. وتزق جنتلي وانت بتنفخ هواء، وتزق جنتلي وانت بتنفخ ايه؟ هواء. فالمنظار هيحصل له سلايدنج ويخش عندك في مين؟ فجأة تلاقي نفسك دخلت في فراغ، هتلاقي نفسك في ضلمة. يبقى أنت دخلت في الأسندنج إيه؟ كولون. دي الطريقة الهين، ديت الطريقة الأولانية. يبقى هنا الترانسفيرس الهيباتيك فليكشر بيعامل معاملة الراجل إيه؟ الأعمى اللي أنتوا شايفينه. يبقى أنا من بعيد خليت الاكسس بتاع ترانسفيرس، وصلت ليها ماكسيمم اب ماكسيمم رايت في نفس الوقت، ماكسيمم اب ماكسيمم رايت في نفس الوقت، وازق بايه؟ بكلوك وايز تورك، وايدي على الهواء، وايدي على الهواء لغايه لما يظهر عندك مين؟ الاسندنج كولون. ساعه ما يظهر الاسندنج كولون افك الويدز بتاعتي واعمل جنتل بريشر، ازق المنظار لجوه وانت بتدي سن السكشن علشان تكشكشه عليه. في بعض الاوسرز التانيين، في بعض الاوسرز التانيين بيقولوا انك لو ما عرفتش تعدي بالطريقه دي، لو ما عرفتش تعدي بالطريقه ديت، بدل ما انت بتعمل كلوك وايز تورك اعمل انتي كلوك وايز تورك. تعمل ايه؟ تعمل انتي كلوك وايز تورك. يبقى انا ببتدي الاول بالايه؟ بالكلوك وايز. ماشي؟ لو انا ما عرفتش اعمل انتي كلوك وايز. طب ليه انا بعمل انتي كلوك وايز يا سيدي؟ لانك ممكن يكون العيان ده عنده بيلفيك ترانسفيرس كولون وانت ما انتش شايفه، فالمنظار وهو في الاسندنج لم مش عارف يعدي، بيعمل ريزيستنس، فلما تعمل انتي كلوك وايز تورك تفكه. خلاص كده اتفقنا؟ ماشي. ولو انت برضه ما انتش، طب افرض ان انا مش عارف اعدي. خد بالك احنا قلنا السبنج الهيباتيك فليكشر بيحب نعديه ازاي؟ في الليفت لاترال بوزيشن. في الليفت لاترال بوزيشن يقول لك يو ويل كوكس اند ليور. كوكس يعني ايه؟ تاخده بالهداوه. كوكس يعني ايه؟ تاخده بالهداوه، تطبطب عليه كده وتاخده. ليور تخدعه. اند اوبن يعني ايه؟ لما انت بتاخد العيان في الليفت لاترال بوزيشن الهيباتيك فليكشر بتدعبه بتلعبه فبيحصل فيه دايلاتيشن، فتعرف ايه؟ يحصل نافيجيشن بسهوله للكرونوسكوب. الاصل في تعديل الهيباتيك فليكشر ان انا بجيب ماكسيمم اب ماكسيمم رايت ويز كلوك وايز تورك. ده الاصل بتاعي، ده الايه؟ ده الاصل بتاعي. امتى استخدم انتي كلوك وايز؟ لو انا فيل او لو انا سسبكتنج بلفيك تايب ترانسفيرس ايه، او لو انا سسبكتنج بلفيك تايب ترانسفيرس كول. خلاص. طيب افرض ان انا مش عارف اوصل للهيباتيك فليكشر او مش عارف اعديه،
يعني انا حاولت خليت العيان في ليفت لاترال بوزيشن مش عارف اعدي، جربت الكلوك وايز تورك مع الماكسيمم اب ماكسيمم رايت مش عارف اعدي، جربت الانتي كلوك وايز مش عارف اعدي ولا حاجه. يبقى العيان ده عنده اسندنج ليمب، ارجع بالمنظار 10 سم شوف اي فولد، ارشق وراها واسحب المنظار، ارشق وراها واسحب المنظار زي ما هو باين عندك في الصوره دي. اتفقنا؟ او حتى في بعض الناس، في بعض الناس لما بتعدي السبينيك بتعدي الهيباتيك فليكشر وتشوف الاسندنج كولون، تروح مشفطه الاسندنج كولون وتعمل كلوك وايز ها تورك وجنتل وذرول مش جامد، ملي بملي ملي بملي، عشان ايه؟ علشان ما تسقطش، فكده هتعمل ليفتنج برضه للترانسفيرس ايه؟ ليفتنج للترانسفيرس. ودايما قاعده كده، لو انت ما انتش عارف تعدي ادور على مين؟ على السيجمويد لوب، على السيجمويد لوب. نيجي بقى للاسندنج كولون، اسهل حته في القولون واصعب حته برضه، واصعب احيانا بيكون صعب لما تفرده بالهواء قوي. الاسندنج كولون طوله من 15 ل 20 سم، بيتميز عن الترانسفيرس كولون يو كان سي ذا اند اوف ذا تانل، والاند اوف ذا تانل زي ما حضرتك شايف اللي هو مين؟ السيكم. هتشوف مين؟ هتشوف السيكم بينور هناك زي ما انتم عارفين، والسيكم دايما بيبقى لونه ايه؟ برتقاني. الفولد بتاعته بيكون لونه ايه؟ اورنج، بيكون برتقاني. الدايركشن بتاعه بينزل لتحت داون ووردز فروم بوستيرير تو انتيرير، ده الفيرتيبرال كولم بتاعنا، وادي الهيباتيك فريكشر موجود عندك في مين؟ تحت الليفر. فادي الترانسفيرس كولون اللي هو بيكون انتيرير، بيمشي كده بوستيرير يقابل لنا الهيباتيك فريكشر وينزل داون وورد اند انتيرير دي، بحيث ان السيكم بتاعك يا باشا يكون دايركت ليه تحت مين؟ تحت الانتيرير ابدومينال كولون. طبعا 90% من الناس بيكون عندهم فيكسد اسندنج كولون، وبالتالي النافيجيشن بتاعته ما بتاخدش 2 مينتس. خد بالك لو انت نفخ هواء جامد بياخد وقت انك تعديه. ليه؟ معنى ان انت نفخته جامد يا استاذ ان في 90% من الهواء رجع ورا عمل لك سيجمويد لوب. ماشي؟ ماشي. الاسندنج كولون دايما بيشوفوه ازاي؟ دايما بيشوفوه ازاي؟ بيشوفوه ان انت فجأة بعد ما بتعدي الهيباتيك فليكشر بتلاقي نفسك في ضلمه، حته فضاء ضلمه بيسموها دارك فويد او دارك سبيس. يعني لما عدي سبيك فليكشر الاقي حته ضلمه كده بس واسعه، يبقى انت دخلت في مين؟ في الاسندنج كولون. تاني حاجه ان هو في اليومينس، اوسع مكان موجود عندك في القولون هو الاسندنج كولون، وبيمثلوا الاسندنج كولون ببحر الظلمات، بيمثلوا بحر، فاكرين ال وصايات المدرسة المشاغبين بيقولوا انت فين؟ انا في بحر الظلمات يا لطيف لطف يا رب. ده اساسا اوبريت اسمه ارزاق، كان اوبريت جميل كده. فالمهم بحر الظلمات اللي هو المحيط الاطلسي كانت الناس بتخاف منه وبتموت فيه. فترانسفيرس كورون، اسف، الاسندنج كورون من وسعه بيبقى عامل زي ايه؟ عامل زي بحر الظلمات، واسع جدا، ولما تديه هواء اكتر بتعلق مني لو دخلت التيرمينال ايليوم. خلاص؟ ماشي. طبعا احنا قلنا ان السيكم ديرتي دايما يكون فيه ستول، وبرده الاسندنج كولون عاده لو العيان مش متحضر كويس هتلاقي فيه ستول. طب لو العيان متحضر كويس، لو العيان متحضر كويس هتلاقي الاسندنج كولون نظيف وهتلاقي السيكم مليان سكريشنز فلويد. ايه سكريشنز؟ طبعا الاسندنج كولون زي ما احنا عارفين ارفع حته في السماكه، ارفع حته في الايه؟ في السماكه. يبقى اكتر حته يحصل فيها بيرفوريشن مين؟ الاسندنج كولون. بس الفولدس اللي هي موجوده فيه، ترانسفيرس فولدس اللي هي موجوده فيه، بتتميز بانها فيك، بتتميز بانها ايه؟ فيك. تمام. طبعا الاسندنج كولون انك تعدي منه مش محتاجه فقاقه، هنعمل اسبيريشن للاير بعد ما نعدي الهيباتيك فريكشر علشان نقصر الاسندنج كولون ونوصل للسيكم بسهوله. وانت بتزق يا حبيبي ما تزقش الا ببطء، كل ما انت بتزق بقوه 90% من الزقه القويه اللي انت عملتها بايديك بتعمل لك سيجمويد لوب وحضرتك ما انتش واخد بالك. فتيجي تشوف الاليوسيكال فالف وتيجي تعدي الاليوسيكال فالف عشان تخش في تيرمينال ايليوم تلاقي نفسك ما انتش عارف تخش وما انتش عارف ايه وما انتش عارف ليه. يبقى لازما الموفمنت بتاعتك تكون جنتل، واي بريسك موفمنت، اي حركه سريعه قويه نحاول ان احنا ايه؟ نتفادى.
لو الاسنن كولون عاوز بوزيشن كويس يعديه، هو بيحب البرون والسوباين بوزيشن، البرون والسوباين ايه بوزيشن، اتفقنا؟ يبقى السيجمويد بيحب ايه؟ سوباين والديسندنج الليفت لاترال، السبلين سوباين او رايت لاترال، ماشي. ترانسفيرس كولون سوباين او رايت لاترال، الهيباتيك فليكشر ليفت لاترال، الاسندنج كولون بيحب ايه؟ بيحب السوباين او البرون، خلاص اتفقنا؟ واهم حاجه وانت ماشي في الاسندنج كولون سكشن، بس الله يبارك فيك اعمل سكشن خفيفه علشان ما يخشش السون عندك في المنظار في ايه؟ فيسدهولك. طبعا الجزء الاخير من المنظار اللي هو السيكم، اللي هو ايه؟ السيكم. السيكم زي ما احنا عارفين ان هو موجود في الرايت ايليا فوسا، يكون موجود ميديالي زي ما احنا كلنا عارفين. طول السيكم بتاعنا 5 سنتي، برضه كافاشس واسع زي ما احنا اتفقنا، وقلنا ان هو دايما بيكون في بواقي ستول او بيكون على الاقل في ووتري فلويد. ليه؟ لان هو ستاجننت، بيسموه ستاجننت ديفانكت. ديفانكت يعني ايه؟ يعني ميت اوف ذا كولون. ليه؟ لان انت عندك لما بيجي هنا مثلا ادي التيرمينال ايليوم بيطلع منه الفلويد فهيمشي كده، صح؟ وفي جزء تاني هيقع هنا فهيتخزن، ففي جزء تاني هيتخزن. طبعا المشكله بتاعتنا لما نيجي نشوف الاناتومي بتاع السيجمويد كولون، بنلاقي ان انت عندك في الجزء الميديال بتاعك بيخش فيه التيرمينال ايليوم. فهو التيرمينال ايليوم في هنا فولد كبيره بيسموها سلينج، بيسموها ايه؟ سلينج، اللي هي دي. ساعات السلينج ديت السيكم بيتطبق على الاسينم كولون فيبان زي الهيباتيك فليكشر، ما تعرفش تخش جواه، وساعات بيطبق ما بتعرفش، فساعتها بخلي العيان بتاعي يكون في البوزيشن اللي هو السوباين بوزيشن او الليفت لاترال بوزيشن، علشان ايه؟ علشان تفرده. طبعا السيكم ليه لاند ماركس، اللاند ماركس بتاعتك ان التينيا كولاي بتتجمع مع بعض فبتعمل لك حاجه اسمها تراي راديت كونفرجنس، اللي هم بيسموه على اسم ايه؟ مرسيدس بنز، على شكل شعار ايه؟ عربيات مرسيدس بنز. بنلاقي عندك الاليوسيكال فالف وتعدي منه للترمينال ايليا، ما تقوليش الاليوسيكال فالف، لان احنا قلنا في السودو سيكم لما بتشوفه في الهيباتيك فيكشر بتشوف حاجه فولس ان ده ايه؟ اليوسيكال فالف. طبعا بنشوف الابندكس، وديت من الحاجات المهمه قوي. طيب في الصورتين دول هنقول تكه كده مهمه، هنقول تكه ايه مهمه علشان تتاكد ان انت في السيكم الاونلي لاند مارك في السيكم اللي انت تقدر تحلف عليها انك في السيكم هو الاليوسيكال فالف، وتعدي منه للتيرمينال اليوم زي ما انت شايف. طب الابندكس، والله الابندكس ممكن ايه تقول عليها ان ديت ايه؟ ان انت في السيكم، لكن ساعات الابندكس بيكون يا اولاد ليها اشكال كتيره غريبه، فساعتها ممكن تفتكرها دايفرتيكولوم، خلاص؟ يبقى الشور هو الاليوسيكال فالف. هل في حاجات تانيه؟ في حاجات تانيه ممكن تقول انك في السيكم، مش في الهيباتيك فليكشر او في الميد ترانسفيرس كولون، لكن الريابيليتي بتاعتها انك تعتمد عليها مش ايه؟ مش قويه، مش ايه؟ مش قويه. زي ايه؟ زي المرسيدس ساين اللي انتم شايفينها ديت، او الكونفرجنز بتاعت تراي راديت ايه؟ تينيا. ما ديت قلنا لو انت عندك هيباتيك فليكشر اللي هي ديت، ادي واحد وادي فولد وادي فولد، علامه مرسيدس هيت ديت، ممكن نشوفها في السبرينيك فليكشر، ماشي؟ انك تضغط بايديك وتعمل اندنتيشن، قلنا ده ممكن تكون في السيكم فعلا او في الاسيدنج كولون، بس عشان اقول ان انا في السيكم لازم اعمل كومبريشن بنسبه كام؟ اكتر من 50% لليوم. طبعا الابندكس الشكل الشهير بتاعنا اللي هو الكريسنتريك او البو او السليت لايك، ده اشهر اللي هو عامل زي القمر ده زي ما انتم شايفين هنا، هو ادي القوس اللي هو موجود البو. ده اشهر واحد، اتفقنا؟ في اشكال تانية للابندكس، ايوه ممكن تلاقيها تيوب لايك، ممكن تلاقيها دايفرتيكولويد عامل زي الدايفرتيكولوم، ممكن تلاقيها زي الشكل ده، دايره جوه دايره جوه دايره، اللي هم بيسموها الدينش لايك، نوع من انواع الفطير دانش. وممكن تلاقي استامب او العيان عامل ايه؟ ابنسكتومي.
الابندكس ديت بنستفيد بيها زي البوصله، بنستفيد بيها زي الايه؟ زي البوصله، لانها ساعات لو انت ما انتش شايف الاليوسيكال فالف بتقول لك الاليوسيكال فالف بتاعك موجود فين، عن طريق حاجه اسمها بو اند ارو. بو اند ارو، البو اللي هو الايه؟ قوس زي ما احنا عارفين، والارو اللي هو مين؟ السهم. طيب ايه البو اند ارو ديت، وازاي اعرف بيها الاليوسيكال فالف، وازاي اعرف بيها الاليوسيكال فالف؟ طيب نركز مع بعض، نركز يا سيدي. هنتخيل ان ده قوس، هنتخيل ان ده ايه؟ قوس، خلاص. وعن اهو وهنخلي في المنتصف بتاعه يعدي منه سهم، فهتلاقي ان السهم بتاعك بيدلك على مكان الايه؟ الاليوسيكال فالف. ادي القوس اهوت، لو انا هرسم سهم يبقى الاليوسيكال فالف فين؟ في المنطقه دي، يبقى في المنطقه دي. طبعا انت شايفه هنا اللي هو ايه؟ ابنديكولار، ها؟ ستامب بتاع واحد عمل ايه؟ عامل ابنسيكتوم، خلاص؟ يبقى عرفنا ايه هي البو اند ارو، وعرفنا ان في اشكال تانيه، في اشكال تانيه للابنس. السيكم يا اخوانا لازم انت تبقى عارفه، عاوز تعرف انت المنظار بتاعك هيخش الاليوسيكال فالف بسهوله ولا لا ازاي؟ ولا حاجه. لو انت زقيت المنظار بتاعك بكل سهوله ولقيته وصل معاك بسهوله لدرجه ان هو ضرب في الابنديكولار اوبننج، خلاص، يبقى هنا المنظار بتاعك ستريت ومفيش مشكله، يبقى المنظار بتاعك ستريت ومفهوش ايه؟ مفهوش مشكله، خلاص اتفقنا؟ ودي التكه بنستخدمها علشان نعرف الامور كويسه ولا ماهيش كويسه. طبعا السيكم في بعض الكونجينيتال انوماليز يعني هي نادره الحدوث، زي مثلا ايه؟ زي ان هو مثلا سبحان الله المفروض ان هو السيكم بيكون موجود عندك فين؟ في الرايت الياك فوسة، صح؟ ساعات بيكون موجود تحت مين؟ تحت الليفر زي ما انتم شايفين كده، وبيسموه انفيرتد سيكم. وساعات بيكون السيكم بتاعك موبايل لدرجه ان من الموبيليتي بتاعته وانت بتشوف في المنظار ممكن يوصل عندك للليفت الياك فوسة، ممكن يوصل لمين؟ ممكن يوصل للليفت الياك فوسة. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى احنا كده عرفنا الاشكال العامه بتاعت الايه؟ بتاعت السيكم. تعالوا بقى اما نوصل لليوسيكال فالف ونتكلم عن الانتيوبيشن بتاعت التيرمينال ايليوم، الحته الصعبه اللي ناس كتيره ايه؟ منتظره. طيب ماشي يا سيدي. اول حاجه الهيليوم ده موجود فين؟ الهيليوم يا اخوانا او الهيليوسيكال فالف ده بيكون عند الجنكشن بتاع السيكم مع الاسندنج كولون زي ما احنا شايفين في الصوره، وبيكون دايما داخل من الميديال وول. فلما تيجي تشوف الهيليوسيكال فالف هتلاقيه على بعد 5 سنتي من السيكال وول. وقلنا ان هو بيكون موجود في الميديال او في البوستروميديال وول، البوستروميديال ايه وول. لما انت بتقرب بالمنظار بتاعك على الاليوسيكال فالف زي ما انت شايف، هتلاقي نفسك شايف الانتيرير وشايف اللاترال وول زي ما احنا شايفين في الصوره هنا واضحين. الاليوسيكال فالف بنعرفه ازاي؟ عاده الاليوسيكال فالف بتشوف السيكال سلينج اللي هي الفولد ديت، بنسميها سيكل سلينج، بيسموها ايه؟ سيكل سلينج. طيب فهتشوف فيها الاليوسيكال فالف. طب انا هشوف الاليوسيكال فالف ازاي؟ اعرفه ازاي؟ هنقول الطريقه المورفولوجي والطريقه الاحترافيه بالمنظار. اتفقنا؟ اتفقنا. احنا عندنا في اشكال كتيره جدا كمورفولوجي للاليوسيكال فالف لازم نكون عارفينها. اسهل طريقه تعرف بيها الاليوسيكال فالف
ان الفولد اللي انتم شايفينه ديت بنسميه ايه؟ سيكل سلينج. سيكل ايه؟ سلينج. هتلاقي في حته برتقانيه فيها، حته ايه برتقانيه فيها؟ الحته البرتقانيه ديت هي مكان الاليو سيكل فالف، لان الاليو سيكل فالف بيبقى سراوندد باي فات. يبقى اول حته، اول حاجه هعرفها ازاي؟ هبته اورنج. طيب لو انا مش عارف الالوان قوي، هتلاقي ان الفولد ديت وهي ماشيه المفروض هي بتبقى عامله زي الايه؟ زي القمر ليونيه، صح؟ هتلاقي في حته كده منتوشه فيها نتشه. الحته اللي هي فيها النتشه، شوف هو ماشي ستريت ستريت، فجاه حصل ديبريشن ورجع ستريت تاني. مكان النتش او الديبريشن ده الاليوسيكال فالف، ده الاليوسيكال ايه؟ فالف. يبقى ده الطريقه الايه؟ الاولانيه ديت اللي احنا بنقول عليها ده كله اسمها ايه؟ يلوش بروترودنج فولد. ممكن يكون بولوبويد زي ما انتم شايفين هنا وهنا، وبيكون بالكي، وبيكون ايه؟ بالكي. في بقى النوع اللي انتم شايفينه دهوت، ده اسوأ نوع، ده اسوأ ايه نوع؟ اللي هم بيسموه الليبيال، او بيسموه الالونجيتد، او بيسموه الترانسفيرس. وده تي سلايد كامله هتتقال عليه، وده اسوأ نوع، ده اسوأ ايه؟ ده اسوأ نوع. يبقى انا عرفت بالمورفولوجي واعرفه ازاي؟ اهو ديت الاشكال الايه الكامله لمين؟ الاليوسيكال فالف. فانا طبعا الشكل ده والشكل ده والشكل ده والشكل ده دول اوضح اشكال، ودول سهل انك تعمل لهم ايه؟ ودول سهل انك تعمل لهم نافيجيشن. اول حاجه عندنا علشان اوصل التيرمينال اليوم لازم اعرف الاليوسيكال فالف بتاعي موجود فين. قلنا انك بتعرف مكان الاليوسيكال فالف عن طريق المورفولوجي اللي احنا لسه ايه قايلينه. طب نفترض انك ما بتعرفش في المورفولوجي، نفترض انك ما بتعرفش في مين؟ في المورفولوجي. اعمل ايه؟ استخدم البو اند ارو، استخدم البو اند ارو. بو يعني ايه؟ قوس. خد بالك بو يعني قوس، انما الفعل منه يتقوس باو، عشان في بعض الزملاء بيطلعوها باو، لا هي بو. فبنعمل حاجه اسمها ابندكس ايه؟ ابندكس تريك. ايه الفكره يا سيدي؟ الفكره دي انا شرحتها لكم بالظبط بتاعت الايه؟ بتاعت الابندكس تريك، اللي هي عباره عن ايه؟ ان انا هاجي على الابندكس وهجيب القوس بتاعها، وتخيل ان في سهم هيعدي من منتصف القوس، فاتجاه السهم ده هيكون مين؟ هيكون الاليوسيكال فالف. ادي في الرسمه اللي تحت، ادي القوس اهوت، وهو تخيل ان في سهم وراح ماشي عمل ايه؟ فليكشن للمنظار، او مشي بالمنظار في نفس اتجاه السهم. دي اسهل طريقه توصل بيها لمين؟ الاليوسيكال فالف. الاليوسيكال فالف، وهنا الابندكس بتعتبر الدليل اللي احنا بن ايه بنستخدمه. طبعا الطريقه دي بتنجح بنسبه 85%، بتنجح بنسبه كام في الميه؟ 85%. لكن انا قلت لك ان في بعض الناس الثانيه بيكون الابندكس عندهم دانش، او بيكون مثلا ديسكويد، او بيكون دايفرتيكولويد. في هذه الحاله مش هتعرف تستخدمها ولا تطبق عليها البو اند ارو تكنيك. خلاص يبقى احنا عرفنا امتى هنستخدمها؟ لما تكون كيربي لينير، لما تكون كيربي لينير، او تكون ليونيت، او تكون كريسنت، يعني ايه؟ هلال. طيب انا ديت الطريقه الاولانيه، يبقى انا عندي نمبر 1 المورفولوجي بقدر اعرف فيه الاليوسيكال فالف، ثاني طريقه عندنا البو اند ارو، ثالث طريقه البابلنج. انت عمال تطلع هواء او عمال تطلع لك فلويد كده يبقلل اللي قدامك، اكيد ده الاليوسيكال فالف، مش محتاجه ذكاء يعني، مش محتاجه ذكاء. طب افرض ان انا مش عارف اشوف الابندكس، ومش عارف اجيب الاليوسيكال فالف، ومش عارف اشوف اندنتيشن واضحه موجوده على السيكال سلينك عشان اعرف الاليوسيكال فالف، اعمل ايه؟ انا قلت لك ان في نوع من السيكم بيكون متطبق على الاسندنج كولون، بيكون متطبق على الاسندنج كولون. عامل بالظبط زي ايه؟ عامل بالظبط زي افرد صباعك، فصباعك هيكون في نفس الايه؟ اللاين بتاع كف ايديك، صح؟ ده السيكم الطبيعي. لو انت تنيت صباعك هو ده الفولدد سيكم. لما انت تتني صباعك في هذه الحاله اتحداك انك تشوف الابندكس، مش هتعرف تشوفه خالص. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اجيب الاليوسيكال فالف ازاي؟ انا لا عارف اشوف فولد ولا عارف اشوف حاجه، انا لسه مبتدئ. في طرق بدائيه ممكن نستخدمها، ممكن ايه تستخدمها.
الطريقة الأولانية إحنا قلنا إن في حاجة اسمها المرسيدس ساينز، صح؟ في حاجة اسمها الإيه؟ المرسيدس. المرسيدس هتلاقي إن في تينيا كولاي لونجتيودينال كده، وهيبان رجلين ليها، رجل تخينة ورجل رفيعة، رجل تخينة ورجل إيه؟ رفيعة. امشي مع الرجل التخينة ماشي لغاية أما توصل للسيكل سلينج، لغاية أما توصل للفولد العريضة اللي إحنا كلنا بنشوفها دي. غالبا ده منطقه الاليوسيكال فالف، ديت منطقه الاليوسيكال ايه فالف. يبقى عرفنا ازاي همشي على الثيكتينيا كولاي بتاعت المرسيدس ساين واوصل ازاي. انا برسم المرسيدس ساين، هشوف الرجل التخينه امشي معاها الاخيره، ده مكان الاليوسيكال فالف. دي الطريقه الاولانيه. الابندكس ممكن تستخدمها. افرض ان الابندكس بتاعتك مش كريسنت، مش ليونيت، اعمل ايه؟ اضرب في الابندكس، اضرب في الايه؟ في الابندكس. الحته الضلمه اما تقرب من الابندكس، الحته الضلمه لما تقرب من الابندكس تلاقي حته منوره قوي وحته ضلمه. الحته الضلمه ديت هي اللي فيها الاليوسيكال فالف، هي اللي فيها الايه؟ هي اللي فيها الاليوسيكال فالف. خلاص كده اتفقنا؟ طيب انا يا ترى اقدر اعمل انتيوبيشن للاليوسيكال فالف ازاي؟ في طريقه ستاندرد كلنا بنستخدمها، وفي ثلاث طرق تانيين بنستخدمهم لما يحصل فيلير، لما يحصل ايه؟ فيلير. طيب قول يا سيدي. يبقى انا عندي في الستاندرد تكنيك، وده هو الاساس بتاعي اللي احنا بنستخدمه. ولو احنا عندنا في فيليا بنستخدم حاجات تانية زي المونسول او استخدام الفورسيبس والسنير او الاندر ووتر ايه الاندر ووتر ابروتش. خلاص تمام، نشرح كل واحدة على حدة، نشرح كل واحدة على ايه؟ على حدة. طبعا في السلايد ديت هو بيكلمك ازاي تجيب الاليوسيكال فالف عن طريق البو اند ارو، ان انا بشوف الابندكس بتاعتي فين وبقرب منها، بقرب منها والمنظار بتاعي ستريت. خلاص كده اتفقنا. وبعد كده اشوف الارو وابتدي امشي مع الارو لغايه ما اوصل للفولد بتاعتي، لغايه ما اضرب في الاليوسيكال فالف هي سربيت اوت، ابتدي ادي شويه ووتر وشويه اير عشان اللايت تبتدي تظهر معايا، وابتدي احاول ان انا ايه احاول ان احنا نخش ايه نخش. خلاص كده اتفقنا. يبقى ديت الطريقه السهله واللي احنا قلنا عليها. بس احنا تعالوا بقى من نشرح كده الستيبس بتاعتنا الاساسيه بتاعتنا ازاي بنعملها. هنبتدي بأول حاجة الستاندرد تكنيك، هنبتدي بأول حاجة مين؟ الستاندرد تكنيك. يلا السيكل يفضل فيه السوباين بوزيشن، يفضل فيه السوباين بوزيشن، ولكن أي بوزيشن موجود عندك ممكن تستخدمه طالما إن السيكل بتاعك مفرود مفيش مشكلة، طالما إن السيكل بتاعنا مفرود مفيش إيه؟ مفيش مشكلة. طب افرض ان انا لقيت فيه مشكلة، يبقى هنستخدم ايه؟ هنستخدم السوباين بوزيشن. وفي بعض الناس بنستخدم فيهم الرايت لاترال بوزيشن، في بعض الناس بنستخدم فيهم مين؟ الرايت لاترال بوزيشن. طيب انا في الاسينين كولون قلنا علشان نوصل للاليوسيكال فالف، الاليوسيكال فالف في السوباين بوزيشن موجود فين؟ في الميديال ولا في اللاترال وول؟ يلا يا جماعه قلنا ايه؟ في الميديا، صح؟ لو انت المنظار بتاعك بيروح ناحية الميديا وول بسهولة مفيش مشكلة، لو بيروح ناحية الميديا وول بسهولة مفيش ايه مشكلة. لو لقيت ان المنظار عشان يروح ناحية الميديا وول هتستخدم الرايت والليفت، اعمل انتي كلوك وايز تورك. نعمل انتي كلوك وايز ايه؟ تورك. يبقى ده المكان رقم كام اللي فيه انتي كلوك وايز؟ التالت. احنا قلنا الانتي كلوك وايز ممكن تستخدمه في السبرينج فيكشر، وبنستخدمه في الاسندنج ليم بتاع ترانسفيرس كولون، وبنستخدمه في الهيباتيك فليكشر لو ما عرفناش نخش بالطريقه العاديه، وبنستخدمه اخر حاجه علشان نوصل للميديال وول بتاع السيكم. اتفقنا؟ طبعا زي ما احنا اتفقنا من بعيد انا برجع بالمنظار بتاعي لورا
واعمل اسبيريشن خفيف بنسبه 50% علشان اشوف الفولد بتاعتي كويس واشوف الاندنتيشن بتاعي واعرف ليه الميوزيكال فالف فين، او لو انت ما انتش عارف هتستخدم البو اند ارو تكنيك او تريك. في بعض الناس بتقول ايه؟ بتقول لو انت شفت السيكال فولد ما تخليهاش رايت او ليفت، ما تخليهاش رايت او ايه او ليفت، اعمل تورك المنظار بتاعك يمين شمال بحيث ان انت تخلي الفولد ديت هوريزونتال تحت، تخليها في اللور هاف. فلما انت تخليها في اللور هاف هيكون عادة الاليو سيكال فالف موجود ما بين الساعة 6 للساعة 9. طب ايه الفكرة انك ان انت بتعمل كده؟ قالوا لما انت بتخلي السيكال سلينج اللي فيها الاليو سيكال فالف تحت، والاليو سيكال فالف بيكون عند الساعة 6 ل 9، بتعرف تخش الاليو سيكال فالف بالاب والداون، ما بتحتاجش لا رايت ولا ليفت. ما بتحتاجش لا رايت ولا ايه؟ ليفت، خاصة ان الرايت والليفت بيبقى فيه صعوبة في استخدامهم في السيكال شوية. خلاص اتفقنا؟ يبقى ديت الطريقة الهين الأساسية. يبقى أول حاجة البوزيشن هيكون إيه؟ صباعين. هحاول أوصل للإليو سيكال فالف عن طريق إن أنا بدي أنتي كلوك وايز تورك. السيكال سلينج هفضل إن إحنا نخليها إيه؟ هوريزونتال في اللور هاف، علشان الإليو سيكال فالف بيكون ناحية إيديك الإيه؟ ناحية إيديك الشمال، وتعرف تخشه بالأب والإيه؟ بالأب والداون. طيب أنا قربت من الإليو سيكال فالف، نشفط شوية هواء، علشان إيه؟ لما أنت بتشفط الهواء الاليوسيكال فالف بيبرز، كل ما تدي هواء بيحصل استرتش على السيكم، فالاليوسيكال فالف بيستخبى تحت، بيستخبى ايه؟ تحت. طيب وبعدين انت عارف مكان الاليوسيكال فالف، انت شايفه او محدد الاندنشن بتاعه، بعوم بالمنظار فوقه، بعوم بالمنظار ايه؟ فوقه، فوق الاليوسيكال فالف. وبعد ما تعدي الاليوسيكال فالف تجيب داون وورد موفمنت، تخلي المنظار ينزل لتحت بالاب او الداون على حسب، المهم ان هو ينزل لتحت. فاصبح المنظار بقى عامل زي حرف 2 بالعربي، بقى عامل زي حرف ايه؟ 2 بالعربي. اقوم اسحبه لورا بالراحه، هتلاقي المنظار اما انت بتسحبه التب بتاعته هتسقط في الاليوسيكال فالف، هيحصل ريد اوت، هيحمر، وهتدي شويه اير او ميه، يفضل الميه، هتلاقي الفيلاي ساعه ما تلاقي ان هو اتحشر، حصل له انفكشن في الاليوسيكال فالف، ادي شويه اير او ووتر واعمل جنتل بريشر. بس وانت بتعمل جنتل بريشر شيل ايدك من على الداون وورد، شيل ايدك من على الداون وورد علشان المنظار يفرد طبيعي ويخش في مين؟ ويخش في الاليوسيكال فالف. سهله الطريقه ديت ولا صعبه؟ ها ها. يبقى انا اول حاجه بعملها ايه؟ برجع لورا علشان احدد مكان الاليوسيكال فالف، وانه يفضل ان الفولد بتاعتي يكون في اللور كوادرانت ويكون هوريزونتال، فهيكون الاليوسيكال فالف موجود فين؟ من الساعه 6 للساعه 9. هعدي بالمنظار فوقه واجيب سنه داون بحيث المنظار يكون عامل زي حرف 2، حرف 2 بالعربي، وارجع المنظار لورا بالراحه، خليك بطيء، هتلاقي المنظار وهو بيرجع شايف اليوم، اليوم فجاه ريد اوت، احمر، يبقى ده الاليوسيكال فالف. اروح مدي هواء او ووتر وابتدي ازق جنتلي بالراحه وانا شايل ايدي من على البكره الكبيره علشان المنظار يتفرد لوحده ويخش ايه؟ ويخش جوه. ده الستاندرد تكنيك اللي احنا ايه؟ ده الستاندرد تكنيك اللي احنا بنستخدمه. في الستاندرد تكنيك ده هوت في نوع من الاليوسيكال فالف نسبه الفيلير فيه 70%. نسبة الفيلير فيه ده ايه؟ 70%. ازاي يا عم في ايه؟ ما تفسر لنا كده. اقول لك حاضر. في نوع من الاليوسيكال فالف بيسموه سليت لايك، بيسموه ايه؟ سليت لايك، او بيسموه ترانسفيرس، او بيسموه ايه؟ ترانسفيرس، او بيسموه ليبيال، بيسموه ايه؟ ليبيال. عفوا، بيبقى عامل زي الليبيا بتاعت الايه؟ الفاجينا، بيكون عامل زي الليبيا بتاعت الايه؟ الفاجينا في يونج ليدي، او بيكون عامل بالبلدي زي بق ايه؟ بوجي وطمطم. عارفين بوجي؟ اهو ده بوجي اللي هو القرد ده، شايفين الماوس بتاعه عريض و سليت. النوع ده هو، يبقى النوع ده هو اللي احنا بنسميه سليت، او بنسميه ليبيال، او بنسميه ترانسفيرس، ده نسبه الفيلير انك تخش فيه عاليه. طيب
في منه نوعين، في كام نوع؟ نوعين اتنين. النوع الاولاني لو انا افترضت ان ديت السيكا السلينج بتاعتي بيكون فاتح فيها لتحت، وفي نفس الوقت الفولد بتاعته او السيكنس بتاعته بيكون قليله، السيكنس بتاعته بيكون ايه؟ قليله. فلما المنظار يعديه وتجيب داون موفمنت وترجع، المنظار وهو راجع بدل ما هو بيسقط فيه بيطبقه على نفسه، بيطبقه على ايه؟ على نفسه، فما يخشش فيه، ما يخشش ايه فيه. لو انت رجعت بالمنظار وحاولت تعمل التكه، مش احنا قلنا لما بتيجي في مثلا في الانتيوبيشن بتاعت الانس من التكنيكس بتاعتك بعد ما بتعمل البي ار او دي ار اي، انك بتحط المنظار بالشفره بتاعته على زاويه 45 درجه من الانس وتزق من ناحيه الشفره، مش احنا قلنا كده؟ في الحلقه في المنظار ده في النوع دهوت من السليت لايت دهوت او الليبيال ترانسفيرس كولون، اسف الليبيال اليوسيكال فالف، بنرجع بالمنظار لغايه اما الشفه بتاعه المنظار اوقفها عليه، توقفها ايه؟ عليه. وانا موقف عليه في النص ابتدي ادي هواء بالراحه وبعمل سلاجش اب او داون موفمنت على حسب البوزيشن بتاعه قد ايه؟ سن اب، لغايه اما بحيث ان هو ابتدى ايه؟ يفتح سنه. اهو مدي سن اب، بس بتعمل حاجه مهمه قوي، كانك بتكرك العربيه، عارف اللي بيكرك العربيه؟ عارف الستاتيك سبيتش؟ ازاي عامل ايه؟ هي نفس الفكره، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي انا الطريقه الثانيه اللي انا هعمل فيها في الليفل ده ازاي؟ ان انا رجعت بالمنظار وخليت المنظار بتاعتي تحت الايه؟ تحت الفالف نفسه. ودخلت بالايه؟ بالشفه. اجيب سن اب واروح واقف ومد هواء، واقف ومد هواء، واروح جايب سن اب صغيره وايه وجايب ومد هواء تاني، واقف واقف كل مره وعد من واحد لثلاثه خلاص، واعمل سنه كمان. بالطريقه ديت ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان الشفه بتاعت المنظار بتخش فيه وتفرده غصب عنه، بعد كده فتح معاك اروح مدخله. وطبعا الليبيال تايب دوت يا اولاد من حقك تستخدم فيه الرايت والليفت، ايه الرايت والليفت. فده النوع الاولاني، وده بيكون ايه؟ نايت مير. النوع الثاني الاسوأ، النوع الثاني الاسوأ بقى من الليبيال. الليبيال هنا احنا قلنا فاتح في الفولد من تحت، لا ده بيفتح في الفولد من ورا. فتيجي انت تشوف السيكال سلينج، ما انت شايف اي ايه؟ اي اليوسيكال فالف خالص، وتدور يمين تدور شمال مش هتشوفه. ليه؟ لانه فاتح ورا الفولد، فعمرك ما هتجيبه بالمنظار. طب انا عشان اشوفه بقى اعمل ايه؟ في طريقتين عشان اقلبه واشوفه واخش فيه، في طريقتين. الطريقه الاولانيه انك بترجع بالمنظار قبل السلينج ب 2 سم او 3 سم، وابتدي اعمل انترميتنت سكشن، فالسلينج غصبا عنها هتقلب، هتقلب، فظهرها هيبقى في وشك، تقوم تشوف الاليوسيكال فالف وتحاول تخش منه، ودي طريقه صعبه، ودي طريقه صعبه. في طريقه ثانيه انك بعدي بالمنظار واتنيه على نفسه، اعمل له ريتروفليكشن فيشوف الاليوسيكال فالف وتزقه وهو عامل ريتروفليكشن فيخش في التيرمينال. يعني الليبيال الليبيال او ترانسفيرز او ست لايك اليوسيكال فالف، واصعب اليوسيكال فالف، وده مشكله المشاكل. بقيه الانواع انواع هبله، الهبله اللي يخش فيها كده ايه؟ بتدقيق الايه؟ المنظار. ادي سيكال فولد اهي شايفينها، اللي هي البرتقاني دي كلها، فين الاليو سيكال فالف؟ حد شايفه؟ طيب بذمتك في اندنتيشن ظهر عندك في الاليو سيكال فالف؟ لا. ده النوع ده اللي الصوره رقم 2 ديت، هو النوع ده اللي هو الاليو سيكال فالف فاتح من ورا. لما عملنا ريتروفليكشن بالمنظار شايفين اهو سليت اهو، لونجيتيودينال سليت، بان ولا ما بانش؟ بان. النوع الثاني اللي هو في الصوره الاولانيه ده اللي هو فاتح ايه؟ ده اللي هو فاتح من تحت، فاتح من ايه؟ من تحت. يبقى ده فاتح انفيرير، وده فاتح ايه؟ وده فاتح بوستيرير. طبعا ده بيعمل مشاكل كتيره جدا جدا. الرسمه الجميله ديت ادي مثلا هو جه بالمنظار وشاف الليب الاولانيه، بدل ما هو يعديها علشان يخش راح ضارب فيها، بقى يزق المنظار اكتر هيلاقي نفسه اتزحلق ونزل لتحت. علشان كده النوع ده يا ولاد بيحتاج تركيز، انا الانواع ديت ممكن تاخد مني ربع ساعه عشان اخش فيها،
ممكن ياخد معايا ايه ربع ساعة علشان اعرف اعديه، مش هزار، لانه فعلا بيكون difficult. ولما يكون ترانسفيرس يعني الويتس بتاعه طويل، ده بيكون مريح. في انواع بيكون سلايد عرضها سنتي او 2 سنتي، يعني بالعافية المنظار ايه يعدي. طبعا عاوز اقول لكم على تكة مهمة قوي انا بعملها من الاكسبيرينس بتاعتي. انا قلت لك انك بتكارك، يعني بتجيب سن اب بسن اب. لما انا بجيب سن اب وسن اب، بشوف المنظار الحته الضلمه فين. الحته الضلمه لقيتها شمال، اجيب بالبقره بتاعتي سنه شمال، اجيب بالبقره الليفت ايه سنه شمال. دي التكه برضو مهمه ليكم، مش موجوده في الكتب. لكن بقيه الانواع انواع سهله. طب افرض ان انا عندي الليبيال تايب وانا ما عرفتش استخدم الطرق اللي انت بتقول عليها دي، اعمل ايه؟ اعمل ريتروفليكشن. الريتروفليكشن بيسموها على اسم حركه في المصارعه، انك تضرب بالانس بظهرك، تضرب بالانس ايه بظهرك بلغتنا يعني. ادي في المصارعه بيطلع على الحبل كده ويقف بظهره ويروح ناطط بظهره وينزل على الايه؟ على الخصم بتاعه. ديت بيسموها في المصارعه مون سولد. بنسميها بلغه المناظير ريتروفليكشن، ان انا بعمل ريتروفليكشن في مين؟ في الثيك اب. بتخلي المنظار كاندي كين، عامل زي العصايه الايه؟ العصايه اللي الناس بتمشي عليها، خلاص؟ اللي العواجيز بيتمشوا عليها ساعات بيعملوا شكلها حلويات بيسموها كاندي كين، خلاص؟ طب الطريقه دي بنستخدمها امتى؟ لما انا ما اكونش عارف اشوف. الطريقه ديت لها شروط، لها ايه؟ شروط. بنستخدمها لمين؟ بنستخدمها للسليت او للترانسفيرس ايه؟ ليبس للال يو سي كالفالف. اول شرط ليها يا حبيبي، شايف حتى هنا في الصوره سليت لايك اهو. اول شرط عشان تعمل المون سولد ان لازم السيكم يكون واسع. لازم السيكم يكون ايه؟ واسع. لو انت عملت ريتروفليكشن في السيكم مش واسع هتعمل بيرفوريشن. يبقى لازم السيكم يكون واسع. اعرف ازاي ان السيكم واسع؟ ان انا لما اقرب من الابندكس مش هتشوف الاوتر وول بتاعه، هتلاقي الدنيا مبهوقه معاك. اتفقنا؟ وقلنا باكد عليك تاني ان انت لو عملته في سيكا مش واسع هتعمل ايه؟ هتعمل بيرفوريشن. هتعمل ايه؟ بيرفوريشن. طيب بعمل ايه ازاي؟ ولا حاجه، الطريقه سهله خالص. الطريقه سهله خالص، اسهل طريقه اللي انا هقول لك عليها. ولا حاجه. بتزق المنظار بتاعك، بتزق المنظار بتاعك في الاسيدنج كون، خلاص؟ اتفقنا؟ لغايه اما توصل للسيكم بتاعك. بشفط الهواء بنسبة 50% من السيكا، بشفط الهواء بنسبة كام؟ 50% من السيكا، وأزق المنظار لغاية ما أوصل للأبندكس، لغاية ما توصل لمين؟ أبندكس. ساعة ما توصل للأبندكس تعمل ماكسيمم أب ماكسيمم ليفت. ماكسيمم أب ماكسيمم إيه؟ ليفت مش رايت. الهيباتيك فليكشر قلنا بنجيب ماكسيمم أب ماكسيمم رايت، صح؟ هنا هنجيب ماكسيمم اب ماكسيمم ليفت، اوعى تنسى الله يبارك فيك. بنجيب ماكسيمم ايه؟ ليفت، خلاص. وبعد ما انت بتجيب ماكسيمم اب ماكسيمم ليفت، بتزق المنظار جوه العيان، بتزق المنظار جوه العيان، فهيعمل ستريتشنج للسيكم اللي هو ايه؟ اللي انت مشفطه بالهواء. وانت بتزق المنظار هتجيب كلوك وايز تورك، يبقى ده المكان الرابع اللي احنا بنعمل فيه ايه؟ كلوك وايز. يبقى انا عندي كم مكان بعمل فيه انتي كلوك وايز؟ 4 اماكن. سبرينك فريكشن، الاسندنج ليم بتاع الترانسفيرس كولون، الفيلد هيباتيك فريكشن، وانا رايح ناحيه الاليوسيكال فالف بجيب انتي كلوك وايز، والمكان الاخير الخامس اللي هو معانا فين؟ في المون سولت او ريت او السيكل ريتروفليكشن تكنيك، خلاص. يبقى المون سولت عامل ازاي؟ اشفط يا اخوانا مين؟ السيكل، وازوق المنظار لغايه ما اوصل للابندكس، اجيب ماكسيمم اب ماكسيمم ليفت، وازوق المنظار بتاعي جوه وانا بدي تورك انتي كلوك وايز، وبعد كده تدي هواء. لما تدي هواء، لما تدي هواء وانت بتزوق المنظار لجوه، بس هبوس ايدك ملي بملي عشان ما تعملش بيرفوريشن، هتلاقي الاليوسيكال فالف ظهر لك ورا الفور. ساعه ما تشوف الاليوسيكال فالف اظبط المنظار بتاعي واسحبه عليه، اسحبه عليه بالراحه بالراحه.
لغايه التب بتاعتي تضرب في مين؟ في الاليوسيكال فالف. ساعه ما تضرب في الاليوسيكال فالف ويحصل ريد اوت، شيل ايدك من البكره الكبيره والبكره الصغيره وابتدي ادي اوف وادي اير، ادي اير الاول عشان تفرد الفالف، واعمل جنتل بريشر، هتلاقي المنظار بيعدل نفسه ودخل جوه مين؟ ودخل جوه التيرمينال اليوم، ودخل جوه مين؟ التيرمينال اليوم. سهله ولا صعبه؟ سهله باذن الله تعالى. يبقى ده المون سولت اهو، شايف المنظار عمل ريتروفليكشن وراح داخل هنا. ادي منظر السيكم اهوت، وزي ما انتم شايفين ادي السلنج اهيت مش بتشاف فيها الاليوسيكال ايه؟ لما عمل ريتروفليكشن ظهر هنا في الصوره ديت مين؟ ظهر معانا الايه؟ الترانسفيرس، وراح شادد المنظار عليه لغايه ما حصل انفكشن او حصل الريد اوت، شال ايده من البقر كله عشان المنظار يبتدي يفرد، وعمل جنتل بريشر وهو بيحقن ايه؟ وهو بيحقن اوت. في طريقه ثانيه اسمها الفورسيبس او السنير. فورسيبس او ايه؟ او سنير. الفورسيبس او السنير هي نفس فكره المون سولت، بس بيستخدموها بطريقه ثانيه. المون سولت ديت يعني لو انت بتستخدم بالدياتريك سكوب بتكون سهله جدا، والانتيويشن بتاعه التيرمينال انيوم بتكون سهله جدا فيه. طب طريقه الفورسيبس ايه؟ هي نفس الفكره. بوصل الابندكس وانا مشفط الهواء واجيب ماكسيمم ايه؟ ماكسيمم اب وماكسيمم ليفت عشان وتشوف مين؟ الاليوسيكال فالف. في المون سولت انا بسحب المنظار لبره لغايه ما هو ايه؟ تبقى امباكتد في الاليوسيكال فالف، واشيل ايدي من على البكر كله وابتدي اعمل جنتل بريشر. طيب لو انت عندك الفالف نفسه سباستيك او في ستريكشر وممكن ما انتش عارف تعديه، بيعملوا ايه؟ بتطلع البيوبسي فورسيبس، بتطلع الايه؟ البيوبسي فورسيبس زي ما انت شايف في الصوره، وتخليه يخش جوه الفالف، وتخليه يخش جوه الايه؟ الفالف. اتفقنا؟ اتفقنا. ساعه ما تلاقي ان التب اللي هي الحته المعدن فقط، الحته المعدن فقط، ابوس ايديكم، الحته المعدن فقط دخلت جوه الاليوسيكال فالف، اروح شايل ايدي من على البكر كله، اروح شايل ايدي من على الايه؟ من على البكر كله، وابتدي اعمل جنتل بريشر للاندوسكوب. فكده كان انا حولت الفورسيبس او حولت السنير بتاعي او حولت الكانيولوتوم بتاعي الى قضبان سكه حديد، والمنظار هيمشي ايه؟ فوق. بس خد بالك من التكه يا حبيبي، لو انت زقيت المنظار بالطريقه ديت والفورسيبس ما شدتوش لبره سنه، المنظار هيخش بالفورسيبس وهيعمل بيرفوريشن حضرتك، وهيعمل بيرفوريشن ايه حضرتك؟ طب اعمل ايه؟ ولا حاجه. انت دخلت الراس المعدن بتاعت الفورسيبس او الاول سنتي من السنير مثلا جوه الاليوسيكال فالف. انا بفضل السنير ليه؟ علشان لو زميل مش متدرب كويس وغلط وزق المنظار بالسنير، السنير مش هيعمل تروما. والافضل من السنير الكانيولوتوم، لان التب بتاعت الكانيولوتوم بتبقى حنينه هتمشي مع اليومن. خلاص؟ لو انت طيب بقى، لو افرض ان انا هستخدم بيوسف فورسيبس ما عنديش امكانيات، اعمل ايه؟ ولا حاجه. انت دخلت السن المعدن، حته المعدن بتاعت الفورسيبس جوه التيرمينال ايديم، هبتدي ازق المنظار، والمساعد بتاعي او النيرس اقول لها اسحبي الفورسيبس نظام واحد اتنين، اخش انا واحد تسحب هي واحد قده، اخش 2 مللي تسحب هي 2 مللي، وهكذا. يبقى انا بزق وهي بتسحب في نفس الوقت، بس ايه؟ نفس الايه؟ نفس التوقيت الزمني، نفس التوقيت الزمني، وهتخش بسهوله. لكن لو انت ما عملتوش صح هتعمل ايه؟ هتعمل بيرفوريشن. كان في زميل كان جربه، كان يعني غلط شويه، غلط او ما خدش باله كويس، فخدش الميكوزا خالص ودخل عيان في هرم البليدنج. دي الحاله الوحيده اللي انا شفتها معاه. عشان كده انا لما باجي اشرح المنظار بحاول اديك التريكس اللي انا شفتها في حياتي من الكومبليكيشنز، الكومبليكيشنز اللي احنا شفناها او سمعت عنها بنقلها لكم علشان الموضوع ده ما يحصلش. في بعض الناس يعني بقول لك برضو انك لو عاوز تستخدم الفورسيبس يا ريت تستخدم الكانيولوتوم احسن، يعني او السبنجرتوم او على الاقل السنيل كاستر. سنيل كاستر من الطرق التانية اللي هي موجودة عندنا للانتيوبيشن لو انت فيلد، اللي هو الاندر ووتر. الاندر ووتر سهلة خالص، بتعمل ايه؟ ده لو عندك بامب، ده لو عندك ايه بامب ولا حاجة، بتشفط السيك اب بنسبة 50%.
بعد ما بشفطه بملى ميه، احيله 300 سم ميه، 5 سرنجات 50 سم، خلاص؟ واقف اتفرج كده زي اللي بيصطاد سمك، فجاه هيلاقي بقلله، هيبتدي يظهر ايه؟ بقلله، لان الميه تقيله هتنزل لتحت غصب عن الفالف. اقوم امشي ورا البقلله هتلاقي الفالف مفتوح وتعدي فيه وتعدي فيه، يبقى دي بيسموها الاندر ووتر ايه؟ ده بيسموها الاندر ووتر ابروتش. اتفقنا؟ هنشوف دلوقتي فيديو للطرق المختلفة للترمينال إيليوم انتيوبيشن، وديت يعني أنا بشكر زميلنا الفاضل الاستشاري دكتور منذر أحمد، هو في بريطانيا، تواصلت معاه لأنه بيصور بجودة عالية بصراحة يعني، فأخدت منه برميشن إن أنا نشوف الفيديو ده ونشوف الترمينال ايليوم انتيوبيشن، هو عاملها جميله جدا وفي حاله نظيفه قوي يعني، متحضره كويسه. اتفرجوا بقى معاه الثلاث طرق كده، ربنا ييسر باذن الله. بسم الله. خدت بالك هنا ان الاليوسيكال فالف قريب من الرجل التخينه بتاعت التينيا، خدتوا بالكم من النقطه ديت؟ كان دايركت وصل وعمل انتيوبيشن ودخل، ادي الطريقه الاولانيه ستاندرد. الطريقه الثانيه اللي هو المون سولت، قلب المنظار عمل ريتروفليكشن ماكسيمم اب ماكسيمم ليفت، هيبتدي يعمل انتي كلوك وايز. شايفين الاوبننج موجوده ورا السيكال فولد ازاي؟ اهو شايفينها ورا ازاي؟ اهو كنت بزمتك هتخش فيه ازاي؟ سحب المنظار بتاعه، حصل ريد اوت، شال ايده من على البكر وهيبتدي يزق ايه؟ يبتدي يزق جنتلي لغايه اما ايه؟ لغايه اما يخش جوه. دخل خلاص الايد يعني. يبقى دي الطريقه هي الطريقه الثانيه. الطريقة الثالثة اللي هو عن طريق فورسيبس أو سنير، قلب هيطلع فورسيبس، هيدخل الراس المعدن بس زي ما احنا اتفقنا اهو. طبعا هي تروماتيك بصراحة يعني، اهو دخل الراس بس اهو، هيبتدي ايه؟ يسحب المنظار، وحد بيسحب الفورسيبس من ايه؟ من بره، ما تتخدعش. يلا بسم الله. خد بالك برضو ان في الحاله ديت هي نفس البيشنت تقريبا يعني، فالاليوسيكال فالف فتح معاه، انما انت لو تيجي تشتغل على عيان نظيف بتلاقيه قافل بقه جامد يعني وسباستيك كمان. طيب ده الفيديو، ممكن تشوفوه مرة تانية وتالتة ورابعة براحتك. طيب نيجي بقى كده نقول ملخصات للإليوسيكال فالف انتيوبيشن. احنا شرحنا الستاندرد وثلاث تكنيكس تانيين، ده يعني ألجوريزم خفيف كده يعني بنلخص بيه. أول حاجة هنبعد 10 سنتي من السيكال فول أو الأبندكس علشان نحدد مين
علشان نحدد مكان الـ idiosyncratic valve زي ما اتفقنا، ونخلي الفالف عند الساعة 6 علشان الـ up و down movement تكون سهلة، وفي نفس الوقت لما أنت تحقن إير تضمن إن الإير يخش معاك بسهولة جوه الفالف نفسه. وقلنا إن إحنا بنعمل أنجيوليشن داونورد أنجيوليشن، ودايما بتعمل ديفليشن شوية للسيكم علشان تخلي السيكم ثابت معاك ما يبقاش استريتشد على الآخر. وبرضو من التكات اللي احنا قلنا عليها لما انت بتشوف الريد اوت بتوقف وتدي هواء علشان الهواء يفتح معاك، والافضل من الهواء الووتر والكربون دايوكسيد. وقلنا دايما بتشيل ايدك من على البقر وتحاول تخلي الموفمنت بتاعتك تكون فاين. وقلنا لو انت حاولت مره واثنين وثلاثه قبل ما انت تفكر في الطرق البديله للترمينال ايليوم انتيوبيشن، فكر الاول في البوزيشن تشينج، لان الطرق الثانيه زي سواء المون سولت او الفورسيبس جايدد نسبه الكومبليكيشن فيها بتكون ايه اعلى شويه. وقلنا ان الاندر ووتر من الابروتشز الثانيه. طبعا انا يمكن هنا انا قلت لك ان الترانسفيرس ده عرفنا نخش بالطرق ده، لكن لو كان الترانسفيرس فاتح لتحت انفيريور فبأكد عليك انك بتعمل ايه، باجي بالمنظار وخلي الشفه تبقى تحت الفالف، وبعد ما اخلي الشفه تحت الفالف اجيب سن اب وادي ايه هواء، واكرك سن اب وادي ايه هواء، سن اب وادي هواء لغايه ما يفتح معاك. ولما المنظار بيضرب فيها تلاقي في حته ضلمه وحته منوره، الحته الضلمه ديت اعمل عليها بالفاين ويل رايت او الليفت اجيبها علشان تخش الاليوسيكال فالف. لو انت طب افرض ان انا عندي التيرمينال ايليوم موجود بوستيرير للفالف وانا خايف اعمل الريتروفليكشن والحاجات دي كلها، اعمل ايه؟ لو انت خايف بتيجي عند المكان اللي انت متوقف فيه التيرمينال ايليوم وبرجع ورا حوالي 5 سنتي واقعد اشفط في الهواء، بتفضي كل السيكم من الهواء. فغصبا عنك لما انت تفكر تفضي السيكم كله من الهواء بالتدريج هتلاقي ان السيكل فالف بتقع على نفسها، فالفالف هيظهر معاك فممكن بسهوله تحاول انك تخش فيه. خلاص، تيرمينال ايليوم من الحاجات اللي بتحتاج تدريب، مفيش حد اسمه شاطر وحد اسمه غبي. انا في الاول ما كنتش بعرف اخش عادي جدا، خدت فتره لغايه ما اتعلمته صح، ولما اتعلمته صح بقى سهل بالنسبه لي الحمد لله. ولكن في حالات برضو ما زلت بلاقي فيها صعوبه شديده، وفي 10% من الحالات ما بعرفش اخش خالص وبكتب فيلد ايديوسيكال فالف انتيوبيشن عادي خالص. الموضوع ملوش ايه، ملوش كبير، بس انت بتحاول وتعمل اللي ايه اللي عليك. طبعا التيرمينال ايليوم لو انت دخلته احنا ما بنعرفش نخش في التيرمينال ايليوم اكتر من 10 15 سنتي، بتخش بتشوف الفيلاي اللي بتبقى عامله زي الكوره اللي هو الشعب الهوائيه، او اللامول اللي هو الصوف بتاع الخرفان والحاجات اللي زي ديت زي ما انتم شايفين اهوت. ساعات بنلاقي حتت عامله زي سيسايل بوليبس كتيره كده، ديت عباره عن الليمف نودز اللي موجوده صميوكوزال، وديت بتكون واضحه قوي لما يكون سن العيان صغير اللي احنا بنسميها باسم الهيستولوجي بنسميها بالفايروس باتشز، وعاده بيكون في فلويد اللي هو بيكون البايل بتاعنا. طبعا الفيلاي هي شو ساين ان انت موجود فيه، وبتبان اكتر لما تعمل ووتر اميرشن. وقلنا قبل ما تعمل ووتر اميرشن اعمله ازاي، شفط الهواء واحقن الميه. في ناس بتحقن الميه على طول وهو من فوق، ده غلط، الميه هتخش جوه والهواء هيعوم فوق، ف مش هتشوف الفيلاي كويس. في ثلاث تكات هقول لك عليهم في التيرمينال ايليوم علشان العيان يستريح معاك، خاصة لو انت بتشتغل عيان كرونز فهيقرفك شوية. التيرمينال ايليوم هو أكتر حتة مؤلمة في منظار القولون. معقول؟ أكتر حتة مؤلمة في منظار القولون التيرمينال ايليوم. وكل ما بتنفخه بالهواء كل ما العيان بيصوت، ولما بيتنفخ بالهواء بيعمل ريفلكس فومتنج. بيعمل ريفلكس ايه؟ فومتنج. يعني انت عندك لو انت في التيرمينال اليوم والعيان قال لك انا عاوز ارجع، اعرف انك حقنته هواء كتير. ليه؟ لان الهواء الكتير اللي انت بتحقنه في التيرمينال اليوم ده بيطلع لفوق في الانتستين لفوق، بيضرب كل السكريشنز لفوق، بيعمل ريتروجريد بريستاليسيس،
فبيخلي العيان عاوز يرجع. في 3 أسباب للرغبة في الترجيع أثناء المنظار، فرصة أقول لكم عليهم من خلال خبرتي. في كام سبب؟ 3. السبب الأولاني إنك بتستخدم بيسيدين كتير. البيسيدين بيعمل نوزيا وفوميتنج. أنا من أعداء البيسيدين، ما بحبوش وبكرهه خالص. أنا ما بستخدمش غير الفنتانيل، أقوى 100 ضعف، ومدته نص ساعة أو ساعة والعيان بيفوق. البسيدين بيقعد 2 3 ساعات، فالعيان بيطلع من المنظار بيقعد مدروخ ومقريب 2 3 ساعات. إلى جانب إن هو بيعمل فومتنج، والفنتانيل بيعمل فومتنج بس البسيدين بيعمل أكتر. يبقى البسيدين أستخدمه ولا ما أستخدموش؟ لا يفضل استخدامه، الفنتانيل أحسن من خلال تجربتي، وتجربتي ديت هي أساس علمي، يعني ما بألفش. النقطة التانية، تكة مش هتلاقوها في كل الكتب، إن العيان لو عنده تلانجكتيزيا، العيان لو عنده تلانجكتيزيا او انجيو ديسبليزيا في القولون وخد بيسيدين، لو البيسيدين بيعمل فازو كونستريكشن في الفاسكيوليتشر، فكل الانجيو ديسبليزيا هتختفي، مش هتشوف ولا واحده انجيو ديسبليزيا. الفنتانيل ما بيعملش الموضوع ده، يبقى ده تاني فرق ما بين الفنتانيل والبيسيدين. خشوا على جوجل او اي حاجه واكتبوا كلام من انا بقول لكم عليه، ده صور كتير وفي كتب المناظير نفسها. تاني سبب ان العيان عاوز يرجع في المنظار، ان انت في التيرمينال ايليوم حقنت هواء كتير، فبتعمل ريتروجريد بريستاليس. ماشي. تالت سبب يا حبيبي، ان انت حضرتك عامل لوبينج جامد وعامل ستريتش جامد على الميزنتري. وسلام بقى لو انت كان دخلت التيرمينال ايليوم وانت عامل لوبينج، فبتدخله في فازو فيجال اتاك، هتلاقي العيان يقول لك عاوز يرجع وعليه كولد سويتنج بسرعة، والبلس بتاعك عمال ينزل 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 بسرعة. بين كيلر وهيوسين أو أتروبين، بين كيلر وهيوسين أو أتروبين. البلس ما تخلوش يعلى عالي، ما ياخدش بيرفوريشن ولا ينزل لتحت، ينزل سيفير بين يا حبيبي. يبقى ده التالت سبب للفوميتنج في الاندوسكوبي. وعرفتك الفرق بين البيسيدين ومين والفنتانيل، اتفقنا؟ في حاجة تانية أنا بحبها في السيديشن، إن أنا بحب دايما العيانين أديهم أديهم باراستامول في السيديشن، علشان بعد المنظار لو جاله شوية ديستنشن ولا حاجة ما تضطرش إنك تدي بيسيدين أو فنتانيل مرة تانية. فالتيرمينال إيليا سنسيتيف للبين، عشان كده أنت دخلت وفتحته بالهواء، شيل إيدك من على زرار الهواء خالص، وشوف فيه ألسر، فيه مش عارف إيه. عاوز تخش اكتر، احم ميه. القولون والانتستين بتتقبل الميه لكن لا تتقبل الايه؟ الهواء. طيب برضو من المشاكل ان انت لو عندك هواء فيه كتير، التيرمينال ايليوم بيحبس الهواء جواه لمده 6 ساعات بعد المنظار، فالعيان بيصوت من بطنه، فما تدخلش نفسك في السكك الوحشه دي. التيرمينال ايليوم انت ما بتعرفش تعمل انتيوبيشن الا من 10 ل 20 سم، بس هو في مشكله كبيره لو انت عاوز تخش شويه، يعني ايه؟ عاده بنخش 2 3 سم وبتكتفي. طب افرض ان انا عاوز اخش ديب في حاله كرونز، او انت شاكك مثلا ان في ميكلز دايفرتيكولوم او اي حاجه من الحاجات دي، اعمل ايه؟ ولا حاجه. خش بالمنظار ناحيه اول فولد. هوكينج تكنيك، هنعمل هوكينج ايه تكنيك، وبعدين شفط الهواء، اعمل جينيتال فليكشن على الفولد بعد ما تشفط الهواء، واحقن ميه هيفتح ويمشي ورانا الميه بتاعتك، وتعمل الكلام ده ببطء وخطوه بخطوه. اتفقنا؟ اقصى اكزامينيشن للترمينال ايليوم بيكون سكوب 20 سم، وتبقى بطل لو انت ايه؟ لو انت عملت. الحمد لله رب العالمين، وكان فضل الله علينا جميعا عظيما. خلصنا المانوفر كامل بتاع الكولونوسكوب، مخاطرات كبيرة، 2 ساعة والله يا ريت نشف. مخاطرات طويلة، الحمد لله الواحد بيفتكر، يعني بحاول أطعم المخاطرات، الحالات الصعبة اللي أنا شفتها أو الكومبليكيشنز اللي حصلت معايا أو مع غيري. محدش كبير على الكومبليكيشن، مفيش حد اسمه شاطر وحد اسمه غبي او ما بيفهمش، هي مسألة تدريب. كل ما انت بتشتغل اكتر، بس وانت بتشتغل بتحط بلان وتفكر احل المشكلة ازاي وتخلي ايدك بطيئة،
ايه هتتحسن مع الشطارة ومع الوقت، دي هتبقى أسرع شوية وهتلاقي الدنيا أحسن. ودايما نفتكر إن القولون بيحب البطيء، ما بيحبش الإيه السريع. إن شاء الله تعالى المحاضرة دي بإذن الله تعالى هتكون آخر محاضرة في منظار القولون، هتكون عن اللوبينج بإذن الله تعالى. وبعدها لو ربنا سهل لنا وإدانا الصحة والعافية يعني، ممكن هعمل يا إما الانترفينشن بالإندوسكوبي، يا إما أبتدي أشرح مبادئ الـ ERCP كده بس بعد فترة راحة شوية، لأن يعني إيه خلاص مش قادر والله. فنستعد بقى إن شاء الله المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.